خلينا شوية سيسبنس لتعرف على ضيفنا الكريم، إضافة إلى علي بن شيخ أتشرف أيضا باستضافة رضا عباس الإعلامي العائد من الجابون، عودة ميمونة رضا. الله يسلمك. خلينا نسمع يا صاحبي طول. بقيت في الجابون. الله يسلمك وسعيد بتواجدي مع المجموعة. مع المجموعة، شكرا لك. الحديث راح يكون شيق كالعادة بالتأكيد مع زميلنا رضا ومع زميلنا العائد أيضا إلى بلاطو بالمكشوف مقرح الحاد. أهلا وسهلا بك، توحشناك مقرح. الله يسلمك. ما متى توحشنا؟ توحشتكم بصح. أنا حبيت نعطيك معلومة. سينيا ولو ليسونس في الجابون هذا. أه سينيا في الجابون. خلاص بما أنه أمضى في الجابون ما لجأ تحويل إلى الجزائر، راح يعود يرجع إلى الجابون. إذا المواضيع اللي راكم تشاهدوا فيها وضيفنا الكريم تكتشفوه اسم كبير في عالم كرة القدم الجزائرية، القائد التاريخي لشبيبة القبائل، نتعرفوا عليه. صور جميلة وجميلة جدا للقائد السابق لشبيبة القبائل، ختمناها بصورة تلك العجوز وأيضا تلك الكتكوتة الصغيرة اللي تحب شبيبة القبائل، وطبعا ختمناها بمناصر يبكي على وضع شبيبة القبائل حاليا. أنا كي كنت نشوف مثل هذه الصور ولما ركبتهم ألاحظ مثل لاشي ليبول، بالتأكيد أنت كي كنت تشوف فيهم حسيت وش معناتها شبيبة القبائل. شكرا أردوغان، شكرا شكرا جزيلا، يعني ميرسي بوكو بور سو ريبورتاج. سي ليستوار. إيميل راني نشوف فيه. بيان سور هيروزمون باسكو سا سي توت أون كاريير، سي توت أن باسي هيستوريك دو كلوب دو نوتر كلوب شير أنو. سي تي لو سول جوار لعبت إلا في شبيبة القبائل. لو سول جوار أنا لعبت غير في شبيبة القبائل. ما غيرتش ألوان النادي حتى النهاية. حتى النهاية لعبت تقريبا 20 سنة 65. علي بن شيخي كان يشوف الصور قال لك هذا المولود درت كامل لي كوب بدون كامل. هو ثاني هو ثاني هو ثاني كدا. حاجة كبيرة. حنا كنا لاعبين قدامى، كنا أصدقاء، كنا دي زامي، ونتي دي كويكيبي، ونتي دي زادفيرسير كيما نقول أنايا، دي زادفيرسير دي جور، مي دي زامي دو توجور. صح، راح نشوفوا صور في نهاية الحصة، صور نادرة تجمعك أنت وعلي بن شيخ في ملعب 5 جويلية، راح نشوفوهم. إلا قاعد عاقل علي بن شيخ، إلا قاعد عاقل خير نوريهم له في نهاية الحصة، صور جميلة جدا. كريست دو لا سيتياسيون أكتيال دو لا جياسكا سي المولود. الله Si je te dis ça, moi personnellement, cette situation, je l'ai prédit, hein, c'est-à-dire que ça fait. Ça fait des années que j'ai essayé de tirer la sonnette d'alarme, je n'ai pas été écouté, je n'ai été suivi, donc voilà. Je pense que la situation d'aujourd'hui. Mais malgré tout, triste qu'à la situation. Heureusement, je suis un enfant du club, je suis peut-être le plus produit de la JSK. Je suis pas venu d'ailleurs ou là, je suis né là-bas, j'ai vécu là-bas, j'ai joué là-bas pendant 20 ans, j'ai été dirigeant, j'ai été entraîneur, j'étais vice-président, j'étais président, j'ai tout fait dans ce club. Donc c'est toute ma vie. Heureusement, aujourd'hui, la situation actuelle, effectivement, elle me fait mal. Elle me fait mal comme tous les anciens joueurs, comme tous les Algériens. Parce que la JSK, c'est quand même un grand club. Il a fait l'histoire. Il a honoré les couleurs nationales à travers tout le continent africain. C'est le club le plus titré d'Algérie. Qui a renfermé en son sein des joueurs de grand nom, des joueurs de qualité, des fils de famille. Donc tout ce passé-là, qu'est-ce que vous voulez, on peut pas l'oublier comme ça du jour au lendemain. Et je pense que... Je ne peux pas l'imaginer. Moi, le seul inconvénient, le seul problème que je redoute aujourd'hui, c'est cette participation à la Coupe de la CAF. Je suis de ceux qui peut-être auraient souhaité que la JSK ne puisse pas s'engager dans cette compétition, parce que aujourd'hui, jouer sur trois fronts, avec la situation dans laquelle... la Coupe d'Algérie, le championnat, la situation dans laquelle se trouve le club Lyon, elle est difficile. Je ne pense pas qu'elle puisse affronter les trois fronts ou les trois compétitions. J'aurais souhaité que la JSK ne puisse pas s'engager dans l'équipe. Nous le حديث على كاس افريقيا، نقولوا الحديث على شبيبة القبائل. علي بن شيخ، قلت لك في البداية ضيفنا اليوم فرحك تواجده كثير، كما قال هو وزيتي دي زامي مالغريك، وانت تلعب في المولودية وكيلعب شبيبة القبائل.
مي كاين واحد الليان بينكم شفتك انت مع تشيبالو مع بالحسن بالغول وتحياتنا بالمناسبه شفتك مع العديد من اللاعبين رغم انه في الميدان كنتوا يعني تلعبوا مباريات كبيره ومثيره ولكن اصدقاء خارج الميدان. سي فري كانت لاميتي بيناتنا والاخوه هاديه سي ديجا سي ليدوكاسيون تاع هذيك لا جينيراسيون الناس كانوا متربيين متخلقين في التيرا كما قال ميلود اوني ادفيرسير تاع ساعه ونص ابري اوني ديزامي خلاص شاكان ديفون لي كولور دو سون كلوب ولكن وقالنا لك علاش كانت كان هاد لاميتي صادر لي كلوب لي جوار اللي كانوا في هذاك الوقت غير اللي ما لعبش بزاف يلعب 10 7 8 في لو ميم كلوب صح دونك نتلاقاو دائما كيف كيف ما هذا العام العام الجاي كوم ادفيرسير تولي واحد تولي احباب ابار لو تيرا لي سبورتيف تلعبوا معاهم كيف كيف المنتخب الوطني المنتخب بيان سور تقعد لاميتي لليومين هذا شوز دركا تيك ساعه ونص ما يتلاقاش معي يدار معاه كل زوج دقائق صح صح بوسيبل صح. اذا نبداو حصتنا وراح يكون حديث شيق مع علي بن شيخ ميلود عبود مقرنح حاد زميلنا الاعلامي وايضا الناقد الرياضي والاعلامي رضا عباس. نبداو بالفقره الاولى تتعلق بكاس افريقيا، كاس افريقيا ومنافسه كاس رابطه ابطال افريقيا اللي راح تكون المشاركه لفريق شبيبه الثوره يتعادل في مباراه الذهاب هدف مقابل هدف في انتظار لقاء العوده. فريق شبيبه الثوره راح يتنقل غدا الى نيجيريا من اجل مواجهه فريق انيغو رانجرز النيجيري، هذا الفريق اللي سبق له واجه مرتين فرق جزائريه سنه 1976 مولوديه الجزائر وايضا سنه 1982 رائد القبه والمنافسه القاريه الثالثه او المشاركه الثالثه اللي تواجه فيها شبيبه الثوره هذا الفريق النيجيري لتعادل هدف مقابل هدف. رضا شبيبة الثورة بعد التعادل هدف مقابل هدف ولازم نذكره بأنه الحكم حرم فريق شبيبة الثورة من هدف أو ضربة جزاء محققة. هل بإمكان شبيبة الثورة في مباراة العودة أن تعود لنا بالتأهل إلى الدور المقبل من كأس رابطة أبطال إفريقيا في انتظار منافس أو الممثل الجزائري الثاني في كأس رابطة الأبطال اتحاد العاصمة المعفى في الدور الأول؟ رضوان، أول مشاركة أول تجربة لشبيبة الثورة في هذه المنافسة الإفريقية بعد سنوات فقط من نشأة هذا الفريق، أعتبر أنه هذا إنجاز في حد ذاته، لأنه الفريق هذه بنقص تجربة. يعني كنت تهضر على هذا أونيغو رانجرز تاع نيجيريا لعب مع المولودية في 76، ألوغ هذا عنده تجربة وعنده تقاليد. هذا تأسس في 2008. يعطيك الصحة، عنده تقاليد في المنافسة القارية. اعتقد انه نتيجه هدف مقابل هدف ما يحشموش بها شبيبه الثوره لانها نتيجه ايجابيه في اول مشاركه لهم في هذه المنافسه القاريه، واعتقد ان عندهم كل الامكانيات ان شاء الله باش يروحوا نيجيريا ويجيبوا ورقه التاهل. لازم يامنوا بهذه الامكانيات تاعهم، يامنوا بالقدرات تاعهم، لانه ما عندهم ما يخسروا في اول مشاركه، لانه في مثل هذه المنافسات رانا في الدور التمهيدي، في هذه المنافسات لازم تكون فيها ربما عنصر المفاجاه. اعتقد انه شبيبه الثوره تقدر بالاراده وبالعزيمه تقدر انها ترجح الكفه لصالحها وتعود من نيجيريا بورقه التاهل، رغم ان المهمه راح تكون صعيبه وصعيبه جدا، لانه ما يعرفوش هما هذو شبيبه الثوره المنافسه الافريقيه راح يكتشفوا ادغال افريقيا. صراحه حاد، هل تعتقد بانه شبيبه الثوره بامكانها العوده بالتاهل واحد مقابل واحد؟ شفنا فريق لعب كره جميله، سجل عن طريق كره ثابته بهدف جميل لبورديم وضيع الكثير من الفرص، شفنا وسط ميدان قوي للمنتخب النادي المنافس النادي النيجيري، ولكن شبيبة الثورة اعتقد بانها في الكثير من الاحيان تلعب خارج ميدانها احسن. كذلك يعني شفنا حتى في البطولة الوطنية الثورة فواياج ميوز مات جو نسي با، ولا في الثورة عندهم لا بريسيون تاع لي سوبورتور، مي في الماتش هذاك مع لي نوغو رونجرز نظن باللي لا بريسيبيتاسيون و لو فات دافوار ماركي هما الاولين حبوا يزيدوا سكيفيك ايزون كاس ليغاليزاسيون ماتونو بو لو ماتش روتور توتي بوسيبل هذه كره القدم، ولكن يعتبر الامر صعب امر صعب بزاف
امر صراحه يعني امر صعب صعب يلعب تاهل من هنا صعب خطا له الكره وراه يلعب الكره راهي ما بين رجل لاعبين تاع الثوره لازم يسجلوا لازم هو يروح لتما يسجل وكي يسجل وانت تلعب خارج ميدانك وفي بلد ما تعرفهاش وفي ملعب ما تعرفوش وفوركونا تروسي كو اين غورونجرز الى كمان ان سيرتان نيفو دونك انا كاين اللي يقول لك المستوى تاع الفرق الافريقيه اكثر منه الجزائر وي في لي زيكيب ناسيونال جوركون مي لي كلوب سون مويان حتى نيجيريا فازت علينا في المنتخب الوطني علاش ما مولاش فاز بصح اي بصح نيجيريا شكون اللي راهم يلعبوا يلعبوا الزوار اللي جو من لترونجي نهضر لك على لي كلوب لي كلوب تاع لي شامبيونا او نيفو دي بي افريكا لو نيفو تاعهم شوف برك في النهائي تاع لا ليغ دي شامبيون شكون يروح ماناش نشوفوا لي فينال هذوك تاع بكري هذوك غرون نيفو ولا هذاك انا نشوفوا نيفو مويان نيفو مويان مي قلت لك سي لا بالي دون لي اونتر لي جومب دو دي جوار دو لا ثوره دو لا ثوره ميلود عبود انت اللي عندك تجربه في افريقيا الامور ربما تغيرت ولكن يقولوا باللي الامر راح يكون سهل لشبيبه الثوره بالنظر لظروف الاستقبال ولو انهم رايحين في طائره خاصه هذا يسهل عليهم المهمه ولكن يوم الاحد باذن الله بدايه من الساعه الرابعه بتوقيت الجزائري هل تعتقد بان شبيبه الثوره ما عندها ما تخسر فريق في اول مشاركه يعني الحاجه اللي يجيبها بونس فريق اللي تاسس في 2008 ويلعب كاس افريقيا في 2017 وطبعا هذا يعني انتاج كبير يعني للفريق الصغرى انجاز كبير صح انجاز كبير انجاز كبير لان كاين فرق اللي راهم تقريبا 25 30 سنه من تاسسوا ما لعبوش كاس افريقيا كاين اللي اكثر كاين اللي اكثر دونك هذا جو بونس الصغرى سي لا لا سي ان غرو ميريت بور ال كو دو بارتيسيبي لا كوب دافريك هذه مو جو بونس سي بلوتو لو ريزولتا دو ان بارتو كي ريست كو ميم ديفيسيل كاين فرق 0 0 لو بوت لو بوت تاع إنغورون جاس في الثورة هذاك هو اللي يكون بالك الفاصل يعني في النتيجة وتجربة احنا مولودية الجزائر ولا شبيبة القبائل لعبنا كؤوس افريقيا قبل ما نتأهلوا على قبل ما نربحوا الكاس يعني احنا في 78 درنا تجربة ما نجحناش و81 كي عاودنا ونجحنا دونك لازم بيتيت الثورة بيتيت البروشان لا بروشان كوب دافريك يالورا دو ليكسبيريونس باسكو ليكسبيريونس سي دو بارو سان لي ميم زيرور احنا حبينا نديروا كيما دارت مولودية بجايا اللي في أول مشاركة وصلت نهائي كأس الكاف لما لا يعني انا نتمنى انا شاركت في الشامبيونز ليغ وبعد راحت للاكاف نتمنى ولكن كما قال مقران انيغو رانجرز سي با سي با برومي فيني سي كوم ميم ليكيب ديكسبيريونس اللي مهم اللي فات لعب لي كوب دافريك دونك توت اي بوسيبل اون فوتبول اون فوتبول توت اي بوسيبل توت اي بوسيبل علي بن شيخ شفنا باللي الحكم حرم شبيبه الثوره من هدف شرعي واذا ما كانش هدف كان ضربه جزاء وبطاقه حمراء اللاعب المنافس نظن باللي هذا من ناحيه النفسيه يقدر اللاعبين يقول لك حنا اوني بلو فور كو هاد ليكيب تاع نيجيريا رغم انه الامر ما راحش يكون سهل هل لو فات اللي يروحوا سون بريسيون يعني كلش بونس يقدر يكون في صالح شبيبه الثوره ولا ربما العكس نو بريميرمون ماشي لازم يحسوا روحهم بلو فور كو لي زوت فو جامي سو سونتير بلو فور كو لي زوت تروح سي فري بارتيسيبيت بور لا بروميير فوا تروح بتسيد دير ريزولتا سي ا بارتير دو لا كون اكير ان اكسبيريونس تبدا تجي من القدام ولهذا البيت سي فري البيت تي فالاب وكلش مي بون لاربيتراج كي هما كي حنا كاع رانا في تكتوكا وحده كاع الله يهدينا وخلاص فهم ولكن الثوره بور لا بروميير فوا جو بونس سي تري بون شوز لافنير راهو عندها لان سيت اون ايكيب لي البروغريس ميم في الشامبيونا انا نظن ما عندها ما تخسر الفا تو فار بور اسيي درامني ريزولتا شوز كي ديفيسيل باسكو نعرفوا هذيك الجهه حنايا خبز نحاولنا حتى ان ديريجون يرومبي بتخبيه باش يجيب الخبز الو كيقولوا لنا ما كاش فهمتي يلعبوا لك واحد الحوايج ولهذا يعني لعبوا على الحرب النفسيه لازم يروحوا يعرفوا بلي يورا دي ديفيكولتي تما فو با يستناو رايح اوروبا ولا رايح وين كان غير المشاكل وي فون تو فار وهما ايزون تو تاغاني كالكو سوا لو ريزولتا ايزون تو تاغاني كلشي راهي بونس ونتمنى لهم ان شاء الله ينجحوا نتمنى كل النجاح لفريق شبيبه الثوره شبيبه الثوره لتواجه فريق انيغو رانجرز
النيجيري يوم الأحد بداية من الساعة 4 مساء. الفريق يتنقل غدا في طائرة خاصة إلى نيجيريا من أجل مشاركة في كأس رابطة أبطال إفريقيا في هذه المشاركة الأولى التاريخية. المرة إلى شبيبة القبائل، شبيبة القبائل انهزمت في مباراة الذهاب 3-0 أمام فريق مونروفيا الليبيري. نبدأ بالمعني بالأمر أو ابن الشبيبة سي ميلود عبود 3-0 ستي ما قبلناهاش يعني صراحة، حتى الشبيبة ما راهيش في أحسن أحوالها ولكن لعبت أمام منافس مجهول. واللي شاهدوا المباراة هناك قال لك فريق ضعيف يعني ما يقدرش يدير 3 باس، بدليل أنه حتى 3-0 مطمئن بأن شبيبة القبائل بإمكانها الفوز في أول نوفمبر بتيزي وزو أكثر من 3-0 كلمه المنافس ضعيف يعني مراش في المستوى. لا النتيجة تاع مقابلة العودة بدون شك شبيبة راح تفوز يعني بالمقابلة. moi j'ai lu un article de presse où il y a un journaliste qui a même dit que l'équipe a dit à Monrovia c'est une équipe de sport de travail. Donc je pense que المرتبة هذه ما قبل الأخيرة تاع البطولة الوطنية هذا كل المشاكل هذو أثروا على الفريق. من ضمن يعني مقابلة العودة ما راحش تكون يعني صعبة للفريق. شوف بلي بالك هاد لاكاليفيكاسيون إن حدثت أبري 3-0 بالك تكون النوفل النوفو ديبار ولا إن بوفي دوكسيجين فريق تاع شبيبة القبائل. سي تو سكون بوسويتي هذا ما نتمناوه للفريق باش ولا تعتبر انت بلي لو كان بالك يكون اقصاء لا قدر الله احسن باش الشبيبة. انا والله العظيم قلت لك مع الاول قلت بان تمنيت لو كان يعني شبيبة ما راحتش باش تشارك في الكاس باش تكونسونتري على جي بير كو سو البلان باسكو سو البلان افيكتيف sur le plan quantitatif عندنا لاعبين mais sur le plan qualitatif je ne pense pas que nous puissions يعني affronter les trois fronts هذو les trois compétitions la coupe d'Algérie championnat j'ai bien peur que les chances de maintien en Ligue 1 risquent d'être compromises parce que justement nous n'avons pas l'effectif capable de jouer sur les trois fronts. سنسرمو هذه بصراحتك المحهودة. رضا عباس شبيبة القبائل 3-0 الآن هتكلموا فيما بعد على موسوني ورحموني ولكن بطاقم فني جديد، هل ممكن للشبيبة تكون الانطلاقة من هذه المباراة؟ نعرف شبيبة الفريق الأكثر تتويجا في منافسة كأس الكاف ماشي في فلا شامبيونز ليج ماشي في رابطة أبطال إفريقيا، هل فريق شبيبة قادر بالنظر لمستوى المنافس على العودة في النتيجة؟ لا يا رضوان سمعت ميلود يقول لك ليكيب تاع مونروفيا سبور ترافاي ربحونا 3-0 سبور ترافاي ربحوا جياسكا 3-0 لا ماشي انت الارتيكل نو لا صح الفريق ضعيف لا ضعيف لا الفريق هذا ضعيف وربح جياسكا 3-0 سيك حنا الفريق تاعنا صح صح اضعف من ذلك تسمى لا هذا سبور ترافاي حنا تسمى حومه راني غلط صح سي صح الاشكاليه تسمى جياسكا كلوب ماد الإشكالية والراهي هو أن شبيبة القبائل هذيك الهيبة تاع اللي كانت تاع المنافسة الإفريقية راحت لها رحنا احنا المنروفيا المنروفيا ليبيريا راهم في الحرب في الحرب في الحرب المشاكل حرب أهلية مشاكل اكسيتيرا عندهم دي جوال هاك تقولوا سبوري ترافاي وخصنا 3-0 شامبيونا ضعيفة جدا ضعيفة جدا ما كاش شامبيونا احنا خصنا معاهم 3-0 سيك راهي إشكالية كبيرة اللي كنا نقولوا باللي شبيبة القبائل ولا مولود الجزائر ولا لي كرون كلاب هذو اللي لازم يكونوا لوكوموتيف تاع الفوتبول الجزائري ولا هما يروحوا ليبيريا مونروفيا يروحوا يخسروا 3-0 ويولوا اشكاليه ما جاتش غير في هذه برك في النتيجه لانه كما قال يقول يقدر شبيبة القبائل تعاود تولي في النتيجه وتربح 4-0 ولا 5-0 مي وصراف الماتش حدثت امور صح اللي ما تشرفش شبيبة القبائل صح ما تشرفش شبيبة القبائل وما تشرفش ايضا الكره الجزائريه ولا سمعه الجزائر في الخارج. احنا نهضروا على المولوديه والصرا اللي في شبيبة القبائل ثاني كسرى صح صرات برشيش مع رضواني صح صرا وفيها ملسنات وفيها عراك وخرج رضواني غادر لاي سي با نورمال دوك ولينا احنا نخسروا 3-0 ونزيدوا نديروا التبهديل قدام الناس والناس يسلكوا فينا
هادو لي زافريكان اسمها خلاص يا ما كاين هادو سي سا وين وصلنا نون سولمون الهيبه راحت النتيجه 3-0 هاي على البيصه انت تشوف بعد نعاودوا الاولى على المواضيع نتكلموا على المواضيع هذو واش صرا في مديريه الجزائر ولا في عندنا موضوع على الوزير اللي تدخل ودار بيان شديد اللهجه من اجل الحديث على هذه الممارسات. هل تعتقد بان الشبيبه حسب رايك الان بطاقم جديد بامكانها العوده في النتيجه ام تعتبر بانها ما راحش تلعب كامل اوراقها في هذه المباراه؟ لماذا؟ لانها تركز اكثر على البطوله كما قال رضوان. الان كاين اولويات الفريق لازم ينجو من السقوط لانه رايحه للكارثه. هذا هو الاولويه تاع الاولويات. ومن بعد كاس افريقيا سي ان بونوس سا سي ان بونوس. انا بالنسبه لي لازم دوكا هذا الطاقم الجديد هذا يسيو كيفاش يموتيفي الجروب تاعو، يسيو كيفاه كل الطاقات تاع شبيبه القبائل وكل الاطراف الفاعله في شبيبه القبائل لازم يفتح البيبان. رئيس الشبيبه هذا لازم يفتح البيبان، اما قولهالوش روح ما تروحش دبر راسك تروح ولا ما تروحش سا سي اوتر شوز. مي دركا لازم كل الطاقات وكل الاطراف تعاون هذا الفريق لانه فريق كبير، لازم كل ابناء. انا عيب كي نشوف ان اونسيان جوار كيما ميلود غادي نشوفو كابيتان ديكيب اون دور دو لا جياسكا. سي با نورمال. سي با نورمال. ماشي غير هو. ماشي غير هو. يا باسكو قدامي. كاين بزاف دي اونسيان جوار. علاش هذا الكونفلي جينيراسيون كونفلي بين بريزيدون وجوار اونسيان؟ علاش يا صاحبي خير خلا تيري واحد ولا فيها تيري واحد اخر؟ سي كي ان اوتر انتيري كو الفوتبول. باسكو دوك فيها سي دي انتيري ايكونوميك. سي سا البروبليم. صح. لازم هذا كي قلت لي على الوزير نولوا على الوزير لازم كي نهضروا باش تولي لانتيري دو فوتبول الجزائري سي با لانتيري ايكونوميك. باش نبقى في شبيبه القبائل بعد نرجعوا الى هذه المواضيع مقراها الحاد. شبيبه القبائل 3-0 كيف تشوف مباراه العوده اللي راح تجرى يوم الاحد بدايه من الساعه 6 امام هذا الفريق الليبيري؟ صراحه المجهول يعني ماهوش فريق، لو لعبنا مع الزمالك مع الاهلي مع الترجي التونسي مع اي فريق اخر ميموزا، المهم فرق اللي نعرفوها تلحق الكاري فينال ولا، من هذا فريق متواضع جدا. يعني عجبني وتضحكني، حبيت نضحك انا. معليش. باسكو شفنا دو كالكو سيكونس تاع لو ماتش. مام تيران مدور بالحيط. صح بالحيط. صح يبين بلي الفريق يعني متواضع. متواضع. هاو قال قبيله رضا، هذا ولا يلعب في سبوري ترافاي. ولا متواضع. وش ياسكا واش تكون مال؟ جياسكا ما لا ريح سي لو نيون. لا تبقى الشبيبه شبيبه. خليني نهضر لك على الوضع. انت راك تقول لي راك تهضر معايا انا. انا تقول لي بني انت مقران ضعيف جدا. بصح ربحتك 3-0 صافي دير انت ضعيف عليا. صح. خلاص مالها. سي لوجيك سي لوجيك. سكي في مال في جياسكا. سي كيلحق الوقت. سي لو كاو سي دو مولوديا دو لوسما دو لونتونت هذو اللي يلعبوا الاخر. بكري لي زيكيب تاعنا ميم كي يخسر 1-0 2-0. ما بوزيوش لا كيستيون هذه. لا كيستيون نو سو بوز با، رومونتي و سكور. دو دو بيت رومونتيناهم، 3 بيت رومونتيناهم، مولوديا رومونتات 3-0، جياسكا رومونتات 2-0. لونتونت رومونتات 2 بيت. دوك ولينا نسقسيو كيفاه لا كرون جياسكا تخسر مع موروفيا. تخسر مع موروفيا وما على بالناش نبداو دوك بلي زانتيروغاسيون اسكو راح نربحو. ولا راهو ضعيف. نقدروا نربحوا بصح انا نطرح لك سؤال واحد اخر. الوضعيه تاع الشبيبه اللي راهي دوك لا ريتروغراداسيون راهي تثبت فيها بقوه. صح. اسكو هاد لا كوب دافريك كما قال مولود قبيله سي با لا كومبيتيسيون دو ترو زياده بزاف. ولا تذكر لحقت الموب لا فينال. انا كنت قاعد مع علي من الجهه الاخرى وين راهو رضا؟ واش قلت لك؟ قلت لك سي ان بونوس سي اون سوري سور لو غاتو بصح ا دوبل ترونشون. لو كان يروحوا ويرميوا الثقه تاعهم في الاخر ومن بعد لاكيميلاسيون تاع لي ماتش اللي طاح قلت لك بجايه حتى علي قبل هذا قال لي انا خايف على فريق بجايه. دونك دو جياسكا سي لا ميم شوز باسكو دوك ميم يكون جياسكا تربح 4-0 جياسكا ما كانتش على بالها في البدايه لانه راح توصل في الوضعيه هذه في بدايه الموسم. كل عام يعني باش نكونوا صراحه مع الجمهور اللي يشوف فينا كل عام اون بروميو بيبليك وسيبورتر دو جياسكا هذا العام راح ندو دوبلي هذا العام راح ندو كوب دافريك. دوك جياسكا ما تقدرش في بدايه الموسم تقول لك انا اتنازل على اللعب منافسه افريقيه. لا 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 رضوان في العام اللي فات جياسكا كانوا في وضعيه مأساوية حتى ما جاء موسى. الحق جا موسى قريب كلاسا ودوزيام كومو افيك لو ميم اونترينور افيك لا ميم كومبوزونت
قبل يروح موسى زادوا رنفورساو زادوا رنفورساو صافي دير كيليا اون جيستيون تعرف الجيستيون تاع جياسكا كان نشوف فيها نشوف فيها كيما ليكيب ناسيونال تاعنا تورمون غونفليناها الوغ كو لا جيستيون اني كاتاستروفيك صح جياسكا تشبه لافاف واضح كي هي كان الرئيس تاعها كي لافاف اوكي ولا اسمح لي برك كي يهضر على بارتيسيباسيون تاع الموب قال لك كي راحوا للفينال ايزون تو في بعدا خسروا تسمى الشامبيونها نو ماشي على جال هذه دوك ما توديش المشاركه الجزائريه كي شاركوا حنا في المنافسه الافريقيه صافي دير كو حنضيعوا المنافسه الوطنيه يا با دو بلانيفيكاسيون في الجزائر التخطيط ما كاش في الجزائر هذه وحده نكمل لك نكمل لك هذيك حتى نديسينيها لك لا لا نكمل لك نكمل لك نو كي راك تقول لي انت كي راحوا وصلوا لا فينال ولا فينال طلعوا ولا في السما هكذا نساو روحهم بس دوك نقول لك علاش انتو ديسيني باينه رضا ما عنديش يا مقران دوك انا نقول لك علاش ميم شوز الموب يافي ديريكسيون راح جات لنا ديريكسيون سنجا راح زاد جا انطري ها هو المشكله المشكله لا جيستيون معاك علاش سي با لا ميم شوز علاش باسكو خسروا كانوا يستناو يدوا لا كوب دافريك صح الوغ كو تدي كوب دافريك دخلوا حتى اموال لا ولكن التغيير تاع الاداره لعب دور نو واش حنا باش نفهموا باش نقول لك كي يشاركوا في المنافسه الافريقيه صافي با ديال حنا نضيعوا المنافسه الوطنيه او كونترير لا فريق وفاق ستيف فاز بكاس الاطار الافريقي ولعب ونشارك انت قبل ما تلعب قبل ما يا اخي كاين لونغاجمون قبل انت اسكو تونغاجي في المنافسه الافريقيه انت كي تسيني يقول لك قيس قبل ما تغيس انت كي تسيني على الاقل تكون على بالك سيني الدوكيومون تقول لك انا ايه قابل نشارك في المنافسه الافريقيه لازم انت تكون على بالك قد اهل العزائم صح لازم او ميم طو عندك عندك ايفيكتيف 25 جوار اي صرفهم كيما هكذا صرفهم صح ولو لينا هكذا ما كاش بونيفيكاسيون صح انا موافقك علي بن شيخ رايك في شبيبه القبائل ونتيجه 3-0 هل شبيبه راح تدخل مباراه تحضيريه للبطوله وما تحوش بزاف على النتيجه لانه لا كوب دافريك حتى حنا شي الى ديكلاري قال لك حنا ماهوش الهم تاعنا كاس افريقيا راح نلعبوا واش جا جا ولا تعتبر بما انه عهد جديد مع موسوني ورحموني الامور ربما راح تتغير الا كي تقول لي راح نلعب كوب دافريك ولي جا جا انا نعم اني نسمع كلا في كارتي حومه اللي يقول له اسمع نروحوا نقصروا واش نكملوا الماتش نروحوا نشربوا قهوه فين كلب ما ينقالش هذا الكلام هذا الكلب اللي لازم يخطط يخطط على سولو لي موي اللي عنده فينونسي وحده ثانيا سولو لي ليفيكتيف اللي عنده اسكو سي دي جوار دو كاليتي اي بو جوي سور لي دو ولا لي تروا طابلو اسكو هذا الناس هكذا الفوتبول لا دوك الفوتبول تاع تاخر زمن هذا اللي راهو في هذا الجزائر هذايا كل واحد يقول لك رايح وما نش عارف واش راني ندير سا سي با الفوتبول ولكن هما شوف شاركوا انا نظن كو لا جياسكا دواف تو فير افيك لي دو زونترين اللي نتمنى لهم ان شاء الله ينجحوا دو تو فير بور اسيي دو غاني سات ايكيب كي فابل اي كو لا جياسكا اوسي اي فابل ما تنساو انتوما تقولوا كرون كلوب يا با دو كرون كلوب في الجيريا ناس تقوم لكم كاين الاسم ما كاش كاين جياسكا كي توري الاخر تولي اللور مارش اريير وي تحكم اي كلوب تولي اللور وي صح نهضر المفيد المفيد كل شيء فارغ سيدي كوكي فيد تو لي كلوب دالجيري ما كاين والو لا خدمه لا ريان دي تو دونك فو بلي بارلي دو كرون كلوب قال لا جياسكا لا بوكو تيتر افونسي ولا تال كلوب كان ولا سطيف ومام سطيف جبد 62 كان دات بوكو تيتر ويا راه حنا الناس افونسي حنا نوليو للور ولكن انا نتمنى لا جياسكا يديروا بو ماتش وجيسبر نتمنى لهم يربحوا هذا الماتش كاليفيو ربما سافايت لو ديكليك سافايت تري بون بور لو مورال دي جوار افيك لو نوفو ستاف هذايا بوتيت بوتيت كشما ينجمو بور لو ريست دو شامبيونا ان شاء الله هذا ما نتمناه لشبيبه القبائل اللي حتواجه يوم الاحد بدايه من الساعه السادسه هذا الفريق المغمور نتيجه الذهاب 3-0 نتمناه فريق شبيبة القبائل يعود في النتيجة ويتأهل للدور القادم المنافس الثالث أو الممثل الجزائري الثالث مولودية الجزائر مولودية العاصمة اللي انهزم 2-1 أمام فريق بيشام الغاني ستواجه يوم السبت المقبل بملعب 5 جويلية بداية من الساعة 8:30 الممثل الغاني الغانا اللي مقرح حد نعطيك ستاتيستيك في 11 مواجهة مع الأندية الغانية الجزائر 10 مرات تأهلت في كل مرة أمام منافس غاني
ما عدا سنة 1982 اتحاد العاصمة أقصيت أمام منافس غاني بعد ما فازت بالكأس الجمهورية، شاركت في المنافسة القارية ما عدا فريق اتحاد العاصمة، ولو أنه فريق اتحاد العاصمة فيما بعد فاز وتأهل على حساب منافسين غانيين. 11 المواجهة بين الجزائر أندية جزائرية وأندية غانية، 10 مواجهات كلها فازت بها الأندية الجزائرية، يعني نقدر نقولوا عقدة أو مبات نوار لكلوب بالجيريا بارابور لكلوب غانيا. هل تشوف 2-1 المولودية في ملعب 5 جويلية؟ وحبيت نسألك أيضا على اختيار ملعب 5 جويلية عوض ملعب عمر حمادي ببولوغين، هل تعتقد بأنه إذن بيان في كيلعبوا في ملعب 5 جويلية؟ شو أولا أنا نرد عليك على السؤال الثاني، أنا ليا الفريق الجزائري اللي يختار باش يلعب على الصعيد الجهوي هكذا ولا كونتيمونتال وقاري تلعب في غران ستاد، سي تو فو غاني غان سور ان غران ستاد صح، ما تروحش بولوغين باسكو سو ني با سي ان ديني سي ان دين دو جوي ا بولوغين كوب دافريك. اوكي هذا ما تدير اللعب في 6 جويي صح، هكذا بواحد صفر راك متاهل صح، بصح تماركي واحد تبقى 90 دقيقة وانت شايف الهدف اللي سجله سوغار في 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 الأكرام عنده قيمته، عنده قيمته بصح انت كي تسجل هدف تسجل زوج ما لازمش تلقى هدف، ما لازمش تلقى باسكو 2-0 مازال 2-0 تي ني با انكور كاليفي، يماركي هما هدف تاع تروح لي بينالتي صح، هكذا علاش قلت لك انا مقابلة معقدة عقدة، لازم يفضر ان طري بون مولوديا اون ديفونس اي ان بون مولوديا سيكولوجيكمون فيزيكمون يماركي ويجيري لو ماتش اي لو جير انتيليجامون واد، مي سينو سي باسكو الاخرين ثاني ما يجيش ما راحش يجي توريست ولا سي فري. شفنا بعض اللقطات مصورنا ياسير كنا نشوفه في اللقطات، انا شفت حوالي 20 دقيقه من المباراه، الفريق فريق بيشام ماهوش فريق اللي ما يلعبش كره، يعني يلعب فريق يلعب مقارنه بفريق مونروفيا يلعب كره جميله، او لي غانيا نعرفوهم يعني غانيا معروفين معروفين. كيف تشوف تسمير العبود مباراته؟ انا نظن مقابله صعيبه كما قال جماعه، مقابله صعيبه ولكن C'est jouable, donc qui m'a dit que bon, il faut faire très attention derrière parce qu'à l'époque, il ne faut pas prendre de but. Donc après, le Mouloudia, il lui suffit d'un but pour pouvoir passer. Mais il faut avoir l'air insolite derrière en défense, il faut surtout ne pas prendre de but. Bien sûr, après, il faut avoir les attaquants, il faut avoir l'efficacité nécessaire pour marquer un ou deux buts pour pouvoir se qualifier. Mais je pense que le Mouloudia a toutes les chances de passer au deuxième tour. Regarde, Abbas, Raïk, c'est le Moubarak Al-Aouda, c'est le Nathalie Jitelata, يعني بين شبيبة القبائل وشبيبة الثورة ومولودية الجزائر، المولودية هي اللي حققت نتيجة الأفضل، يعني هدف مقابل هدف لثورة أدوميسيل سي با ان طري بون ريزولتا، 3-0 ماهوش تانيك نتيجة إيجابية لشبيبة القبائل، المولودية تخسر 2-1 على الورق، يعني المولودية راهي في أحسن الوقت تأهل سي جوا. تقدر المولودية في الماتش روتور هذا تقدر أنها ترجح الكفة وتربح 3-0 تربح 4-0 مع منافس، يعني نهضروا على الدور التمهيدي ماش نهضروا على الدور 16 نهضروا على الدور ربع نهائي، حنا رانا في الدور التمهيدي صح، في البدايه هذا دو ان سي جواب، الفريق بامكانه انه يعاود يولي في النتيجه، الاشكاليه ما راهيش تم يا رضوان، انا باسكو واش صرا في الماتش سي اكثر من النتيجه واكثر من المنافسه في حد ذاتها، تكلم على ما حدث بين مقدام راح نقول الحديث عليه هذا الموضوع، هذا هذا الامر هذا غطى على النتيجه اللي جابتها مولود الجزائر، لو كان ما صرا والو دواء ما تشوفش جواب صافي بليزير ليكيب تجي لهنا تربح تتاهل الى الدور 16 ونبداو، مي واش صرا محا كل هذه الاشياء لانه بقات وصمه عار هذه صح، نعاودوا له كاين موضوع على ما حدث بين مواسا ومقداد وهل هذه القضية هولت ربما وأعطوها أبعاد أخرى، نتناقشوا على هذا الموضوع فيما بعد ونقولوا اسكو سيفري هولت ولا لازم نتكلموا على مثل هذه الأمور باش ما تزيدش تتكرر، ونزيدوا نتكلموا على خفايا ما حدث أو خبايا ما حدث. علي بن شيخ 2-1 كنت قلت لي في بلاطو يوم الأحد في حصة 100% فوت بأنها نتيجة إيجابية للمولودية، ولكن لما تشوف المباراة تشوف بلي هذا النادي هذا ما راهوش جاي، خاصه انه دار حرب نفسيه نوعا ما باخفاء مكان
اخفى مكان وصوله للجزائر، يعني ما راهوش جاي فيكتيم، يعني تحس بلي راهو حاب يجيب التاهل من الجزائر، وشفناه وسط الميدان تاعو عنده يعني يلعب كره، ولو انه الدفاع ارتكب اخطاء عديده والمولوديه ضيعت الكثير من الفرص في غانا. ان الفريق هدايا غانيا هدايا ان ليا فريق مش في مستوى كبير. منتخب الغاني؟ ايه مستوى متواضع. متواضع بزاف بزاف، انا المولودية نظن تربحهم هنا لاري لامانيا. نعم لاري لامانيا غادي ما كاش لار ما كاش الجزائر، لا لامانيا ما كاش، كاين تربح وخلاص في الفوتبول في الجزائر وهكذا دركا. مي جو بونس كو المولودية ميو كو هاد الفريق ديشام الغاني. علاش؟ باسكو كونت اون جوي كوب دافريك لي غانيا في بلادهم، وكان جات اون ايكيب سوليد وكدا تما لازم يربحك ثلاثة أربعة، تما مولودية لا راطي با مال دو بيت، دونك تقلق لا بريسيبيتاسيون المشاكل اللي صراو وكدا اللي خلاوهم ما كونسونطراوش، لا ترومو كانوا يربحوهم. جو بونس كو يربحوهم هنا راهم برومي دونك بون مورال. Bon, le problème, ça, c'est notre paire de manches. Parce que le match, c'est samedi. Samedi. Je pense qu'ils sont obligés de se concentrer pour ce match-là. Mais l'adversaire, il y a Maouch. Maouch. Bihada, Nunhi, Al-Hadith, Ala, Al-Mubarayat, Al-Talata, Al-Munafasa, Al-Qarriya, Mumatirin, Jazair, Kulmi, Shabibat, Sawra. يوم الأحد في كأس رابطة الأبطال بداية من الساعة الرابعة، المولودية العاصمية يوم السبت بداية من الساعة الثامنة ونصف بملعب خمسة جويلية، وشبيبة القبائل تواجه مونروفيا الليبيري نادي مونروفيا بداية من الساعة السادسة يوم الأحد. قبل ما نمر إلى الفقرة الثانية فصل إشهاري ثم نعود، ابقوا معنا. بسيدي موسى ولا خارج الوطن رضا عباس، المنتخب الوطني سيحرم من دوبات فيفا، كان من المفروض لعبوا مباراتين وديتين، الآن ممكن المنتخب الوطني المحلي راح يلعب أمام السودان ولم يتأكد ذلك، الرئيس الاتحادية السودانية لم يؤكد بعد حضور المنتخب السوداني للجزائر وإجراء هذين المباراتين. هل تعتقد بأن الجزائر ضيعت موعدين للفيفا في حين احنا كنا نبحث على مباراة ودية؟ لما لا كان من الممكن إجراء هذا التربص ماشي في الجزائر، كنا قادرين نديروه في أدغال إفريقيا، لعبوا مباراتين في إفريقيا أو خارج الوطن، يعني في تونس في مصر في السودان، المهم ما نضيعوش ضد فيفا قبل تصفيات كأس إفريقيا اللي راح تكون في بداية جوان القادم أمام الطوكو. أردوان هذه ما فيها السؤال الإجابة، ولا احنا رانا ضيعنا دوكا ضد فيفا. دو دات فيفا. دات فيفا في مارس. فيفا فيها دو ماتش. فيها دو ماتش فيها ان سان ستاز. سيتي دات فيفا. دبر راسك، المهم دير. علاش حنا نعطيك مثال برك، حنا لاك سونترال تاعنا باغ اكزومبل بن سبعيني مع مندي. مع مندي، وما لعبش كيف كيف، حتى رحنا لاكوب دافريك باش لعبناه. صح. باش لعبناه وشفنا اسكو يروندي ولا ما يرونديش. علاه هادو لي دات فيفا علاه ما ننتهزوش الفرصة ونلعبوا لي ماتش؟ هادو لي ماتش هادو اولا راح تخلق الانسجام بين التشكيله، ثانيا لي جوار يعرفوا واش معناتها التربصات، كاين لاعبين جدد اللي شافوا غير كيما لاكوب دافريك. حنا هادو ربما هاد الوضعيه هادي ناتجه عن الكارثه اللي صارت في الكابون من كي خرجنا من الدور الاول. كارثه يعني تعتبرها كارثه؟ كارثه مي سي با لا فان دي موند، كارثه انه المنتخب الجزائري. البعض رضا يقول لك ليست نهايه العالم، قالوا يعني قلت لك قالوا كوت ديفوار اقصيت حامل الكاس اقصيت في الدور الاول، الكابون البلد المنظم اقصيت في الدور الاول، انت اللي عشت في الكابون كيفاش حسيتها انت؟ اشكي صح كارثه حقيقيه؟ اشكي المنافسين واللي جورناليست اللي كانوا معاكم والمتتبعين قالوا لكم بلي كنا ننتظروا المنتخب الجزائري هو احد المرشحين للفوز بالدوره، ولا طبيعي بما انه كوت ديفوار خرج بريميتور مالي بريميتور؟ ماشي طبيعي. شو رضوان المنتخب الجزائري الخروج تاعو في الدور الاول سيتي بريفيزيبل، كان منتظر بالنظر الى التشكيله، الى بالنظر الى عده معطيات. المنتخب الجزائري كي خرج في الدور الاول المتتبعين بين قوسين اللي يعرفوا البالون عادي جدا عادي جدا، لان المنتخب ما كانش عنده حتى لا كمل لك رضوان كي راحوا منا كانوا يقولوا لنا الفريق هذا احد المرشحين يقولوا لنا ولا في كما كان يقول عليه في الاسم
ولا دي جوار. انت كي تقول لي دي جوار دو رونو، شكون دي جوار دو رونو هذا؟ وين ما فهمتش. كاين محرز يلعب في ليستر ولا لا؟ سليمان يلعب في ليستر العام هذا، محرز اكوتي دو لابلاك في ليستر، ابراهيمي كان اكوتي دو لابلاك في بورتو. سيدي جوار ماشي شو، ما رانيش نقص من الامكانيات تاعهم، سيدي جوار توجوست مويا. ما عندناش حنا دي ستار، ستار كبار نجوم رايحين حنا المنتخب باش نروحوا نجيبوا لا كوب دافريك. نو، ميم لونترينور، لونترينور كي جبناه ا دو موا ولا ان موا دو لا كومبيتيسيون جاب 11 جوار جدد للمنتخب، ما تصحش تسنى انت المعجزه في 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 في, في, في الكابون، لانه الناس منتخبات تحضرت. صح، على ما عندناش هذا ضد فيفا عصاب. هذه هي المشكله يا رضوان. شوف نعاود لك باش نولوا على الكابون برك. اوكي فضل. كلش يا رضوان، كلش كلش كان ديفافورابل للمنتخب الجزائري. لا اللاعبين كانوا في المستوى، لا الطاقم الفني كان في المستوى، ولا حتى الطاقم الاداري كان في المستوى. كانوا كاع اكوتي دو لابلاك. لو كان تشوف يا رضوان بالك لي زونسيان جوار ميم مقران، كي تشوف الماتش نتاع بين باغ اكزومبل كامرون سينيغال، كي تبدا تحب انت دير اسقاط، تقول المنتخب الجزائري نديرو، ما محل المنتخب الجزائري في الاعراب في هذه المقابله؟ ما عندوش، ما عندوش. بعيد كثير، بعيد كثير. وحتى هذه الدوره تاع الكابون كانت من اضعف الدورات، لانه منتخب زيمبابوي اللي ما عنده حتى امكانيات قريب حدث المفاجاه، صح ولا لا؟ صح. المنتخب التونسي، المنتخب المغربي، احنا كنا اضعف منتخب، انا بحسب اعتقادي كنا اضعف منتخب. مع غينيا بيساو. مع غينيا بيساو. هذا هو الاشكاليه. ماشي ماكش قاسي شويه المنتخب؟ والله ماني قاسي. شوف كما قلت انت، نفخناهم حتى رايحين زعما بالتوب تاع المرشح. يا ودي احنا في غينيا الاستوائيه رحنا بالتوب تاع المرشح، ولقينا روحنا باللي كبير علينا هذاك التوب. حتى في هذه تاع دوره الغابون الناس بكري كي تشري صور كبير عليك يطيح لك. الناس تخدم يا رضوان، الناس تخدم. احنا رحنا ب 11 جوار جدد ما نعرفوش واش كاين. باش نبقاو في الموضوع تاعنا ضد فيفا، البعض يعتبر بانه من الطبيعي انه بما انه ما كانش اتحاديه جديده، انتخابات كاين 20. هذا هو البريكولاج. يقول لك انا ما نقدرش. بصح هذا هو البريكولاج يا رضوان. هذا هو البريكولاج. عندنا منتخب جزائري، علاش تربطوا؟ هذا هو الاشكاليه يا رضوان. تربط المنتخب الجزائري بشخص، تربط المنتخب الجزائري بمجموعه. هذا منتخب جزائري يمثل كاع الجزائريين، علاش تربطوا بشخص ولا تربطوا بهيئه انتخابيه؟ انت المنتخب راهو يسير يلعب لي ماتش. سي با لوجيك ثاني نجيبوا ان اونترينور ونديروا دو ماتش اميكو، ومن بعد يجي رئيس اتحاديه جديد يقول له شكون قال لك دير؟ انا ما صحش هذا لونترينر. ممكن تصرى هذه ثاني. علاش مالا لحينا ستاف تكنيك؟ كاع سي سا البروبليم تاع حسب راك قاعد. علاش لو كان ستاف تكنيك هذا مالا؟ هذا ستاف تكنيك كان بريكولاج. هذا نغيز ومنصوري وبولي وجماعه كانوا سيدي بريكولاج. كنا نخلوا اوما زوج، نخلوا زوج يا ودي يشدوا هذا المنتخب، لانه هذو اللاعبين هذو على مام هذو اللاعبين راهم يجوا. بعض اللاعبين ما حبوش يجوا. هذيك هضره، شوف هذيك تبقى هضره مجرد هضره. او اقصي او يا رضوان معليش يا رضوان، تبقى مجرد هضره. حنا باش نحكموا بالفعل، ما نحكموش بالهضره. يا رضوان لو كان جا حنا عندنا ستار تكنيك اللي يكمل، مام هذو اللي جوار يا رضوان اللي راهم يجوا ما يعرفوش واقع الكره الجزائريه. صح. ما يعرفوش حنا كيفاش نخموا. مام شوف مام العلاقه تاعنا حنا كصحفيين بالمنتخب، شغل كلي حنا دي زينمي، هما ما يحبوناش وحنا ما نحبوهمش. الوغ كو نو يا اخي، كاينه مصلحه واحده سي المنتخب الجزائري يا اخي، اعلام واحد واضح. انا شفنا منتخبات واحده نكمل لك باسكو كاين منتخبات، تشوف المنتخب الغالي وتشوف المنتخب الكاميروني كيفاش يتعاملوا مع الصحفيين تاعهم، كيفاش يتعاملوا مع الانصار تاعهم. حنا امام الانصار تاعنا مع المنتخب، شنو كاين؟ شكون سيدي زينمي؟ هذا يضرب هذا يعني ما كانش ورانا رايحين بهذا الشيء. وهذا هذا وين شو وين راه روبيتا؟ روبيتا في البطوله الجزائريه الوطنيه. واضح. مقرح الحاج، هل تعتبر بانه من الطبيعي اننا نلغيو تربص تاع المنتخب الوطني قبل بسبب انتخابات اللي راح تجري يوم 20 مارس، لانها تواكب تربص تاع المنتخب الوطني اللي كان من المفروض يلعب مباراه يوم 24 ويوم 28؟ حسب رايك هل هذا طبيعي؟ البعض يقول لك سي نورمال باسكو راح يجي عهد جديد مع الاتحاديه، وبالتالي ما لازمش المكتب الفيدرالي ورئيس الاتحاديه القديم يفرض على الجديد انه يلعب دي ماتش اميكو مع فلان ولا فلتان ويجيب مدرب ليقود المنتخب. يتسمى ما راناش في بلادنا. علاش راناش في بلادنا؟ ما راناش في بلادنا. تسمى هذه ليكيب ناسيونال ابارتيان ا اون بيرسون ولا ان جروب. ليكيب ناسيونال عندها بروغرام خويا العزيز. عندها بروغرام. كان من المفروض تلعب مع السودان. ايه
كاين رئيس فيدرالي ولا ما كاش، كاين مكتب فيدرالي ولا ما كاش، كاين. بصح هذه مين جات؟ هذه زيد فكرك ثاني حاجه واحده اخرى، فكرني نهار ما جي استدير العوده الثانيه لليكانس، صح؟ كنا قاعدين لهيه طرحت لي سؤال باسكو انا عرفتو لي انس 2003 وحكيت لك عليه كيف وقلنا بلي خيار خاطئ. قلت لك تكلمت معاه باللغه الفرنسيه امام روروا، كنا في لوتيل ميركور، قلت له مسيو البريزيدون سي ان تري موفي شوا، قلت له مسيو لي كانس و نيت با في بور لو فوتبول الجزائريان و دات في بور لو فوتبول نتاع لونغ بال تاع صدر من اوليه تمبيرامون دو فوتبول الجزائريان افريكان انت ما تقدرلوش. باش نبقاو في موضوعنا الور ما نعاودوش نقولوا جابوهم جابوهم 2017 اسكو غلطه ولا ماشي غلطه؟ غلطه. واش قلت لك انا لهيه؟ قلت لك الفريق تاعنا الريسك يخرج في البرميتور، انا ما قلتها لكش. قلت هذه صح. قلت لك كي يخرج في البرميتور ليكيب تريب وستاف تكنيك يريب. دونك سي يعني لي بون شوا. انت مع بقاء اعضاء من جامي نو نو نو. سي لي افي ان بون شوا. لو كان ماشي بريكولاج من بكري. لو كان جبنا ان بون اونترينور ميم خرجنا برميتور. يقعد. يقعد علاه؟ باسكو ماشي هو اللي دارها. ان ستاف انت عندك ستاف الناس يجوا يديروا دير لي انتيا في ستاف دير لي الناس تاع السوسيال يجوا يتعلموا الحفافه في راس لي تما دير لي انت اونسيان ستاف دار ما دار والو يرفض غير الكابا يرفض الكابا وحكم كارني يكتب هكذا على من ما يدير والو على من هذا شكون لو ستاف شكون يرفض الكابا لي زاجوان لي زاجوان لي زاجوان نجيب لهم ومن بعد نجيب لهم ايترونجي يجيبوا معاه لي كاس واش كان يدير هذاك دوين دوين قال بشيخ اسمه شباب فوالا دوك ما كان ما يديروا والو هذوك كيما فوالس اللي جابوا لي كاس 2003 وبقى مع وصايا جابنا الكلمه هذيك واش ما هذيك ستريتشينغ ولا لا لا دار حاجه دار حاجه هذاك الوقت كلمه ينوض لي جوار يشربوا قهوه لا لا ماشي هذيك واش كان يدخل الاول الفيستير وما يدخل ماشي هذيك لا شفا هذاك الوقت هو وصايا باولز اريد ايش في 2003 قالنا ستيفان باولز قالنا جبت لكم حاجه انا قلت بالك حاجه علم كبير كنا في تونس في كاس افريقيا 2004 في فندق تشفا قال لك جبت لكم حاجه كبيره قلنا له شنو قال لك شوفوا لي جوار ما لازمش يشربوا من قرعه عامه وحده كل واحد في قرعه عامه كتب له اسمه لازم انت كي تكمل هكذا لونطرينمون ولا تروح تشرب من القرعه عامه تاعك قالوا هذا علم كبير سيدي هذا هو العلم علم كبير جدا هاو لك وين لحقنا تلحق لا كاتاستروف مو جو ديك سيتي كاتاستروف رضا سي اون كاتاستروف ليليميناسيون نتاع الكيم كيما هذا يعني نفس هذاك الوقت قايده تقول لي انت يا الكوت ديفوار خرجت في قلت لك سيتي هو قال كوت ديفوار واش نقولوا كانوا فيه كوت ديفوار لعبوا الكره العب وخرج حنا ما لعبناش يا راجل ما لعبناش انا ماشي شغل جامي لعبنا كره القدم جامي لعبنا كره القدم دونك لا كونسيكونس ديريكت سي كوا سي لامبروفيزيون يعني انت ضد ان المنتخب باش نبقاو في موضوعنا انت ضد ان المنتخب يلغي انداسيفا ما يلغيش اوكي يقدر هكذا يديزيني ان انتريمان اوكي بصح نخلص انا عندكم دراهم يا اخي كل الفرق عندك دراهم نلعب في خرطوم لا في خطوه اللي يجوا في باراطي اللي كيف نروحوا هو مقام ما راهش يدافع ستاف تكنيك لانه هذا المشكل هذا او قال لك صافي لونتون هذا هو سياسه البريكولاج هي وين داتنا باسكو نتاع ستاف تكنيك لازم يكون على اسس متينه اسس انه ستاف تكنيك يمد الاضافه حنا ستاف تكنيك ما كانش يمد الاضافه بصح نروح لك بعيد مقران مي كاز ما يتحملش المسؤوليه وحده بيان سور فهمت سي كان تو من ابداها من لا فيديراسيون حتى العساس الصغير اللي كان ما جا واحد ما جاش واحد باسكو المسؤوليه الكبيره مقران المسؤوليه الكبيره 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 يتحملوها اللاعبين يتحملوها اللاعبين ما علاش نشكوا شوف نكمل لك برك علاش يتحملوها اللاعبين والله غادي يتحملوها اسمع هما اللي حوزوا لوندريو شوف وعاهدوا مدوا ايزون برومي باللي اون فاي شوف الغلطه اللي درناها الغلطه شوف درناها الغلطه كي حوزنا رايفاتس ماشي مشكل لغه رايفاتس مرد لهادو لي جوار هادو شوف انا ما رانيش نشكك في الوطنيه تاع لي جوار هادو لي جوار هادو مدوا الكره الجزائريه ويعطيهم الصحه سواء عايش لهنا سواء عايش ليك سي دي زاجيون كيما انا كيما هو صح بصح وصلوا سيرتان مومون لي جوار هادو شوشوتاوهم بزاف تفرعلوا بزاف ماشي بربلناهم اكثر من بربلناهم وصلوا انهم هما دايرين في راسهم هما الجزائر وتزاير اللي هي محتاجه ليهم صح الوغ كو سي الكونترير لازم لي جوار هادو يفهموهم حتى رئيس الاتحاديه ولا المكتب الفيدرالي ولا الشعب الجزائري ولا حنا الصحافه نفهموهم باللي هما
اللي محتاجين الجزائر وماشي الجزائر محتاجهم. واضح. خليني برك باش ما نحتكروش الكلمه ما سمعناش نضيف له كلمه لرضا. تفضل. طيب واش داروا لهم في راسهم لهاد لي جوار هادو باللي فوزات انديسبونسابل ما عندكمش ان رومبلاسون شتا داك تيتولار اون بويسونس باللي بلا بكم انتم ما نلعبوش اور بيناتنا بيناتنا حنا ما مكنين نقولوا باللي ما عندناش لو برودوي لوكال صح الجوار تاعنا فاعل يا جماعه في الشامبيون ناسيونال تاعنا مام في بريمير ديفيزيون تحتها مام في الرابطه تحتها كاين 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 دي كادامورو كاين دي ما دي دي, دي واسمو داك في اللي يلعب ستوبر القروي هذا الكابيتان ديكيب مندي مندي ما كانش في الشامبيون تاع الجزائر واحد كيما كادامورو الراجل غاب عام تعاود تجيبه تنحي من الجانب باش دير لي كادامورو نيمبور كيل كلوب في الجزائر عنده خير من كادامورو صح خلينا نسمعوا راي راي اللاعبين السابقين هذوك سمعنا راي النقاد وراي راي الصحفيين نسمعوا راي اللاعبين السابقين ميرود عيبود بالتاكيد تبعت المنتخب الوطني اسكو ما تعتبرش باللي سي فوت كنزافيو ان دات فيفا شكلها ما نلعبوش دي ماتش اميكو ربما باش نعاودوا ولو من اجل باش نعاودوا نلصقوا هذيك شويه واش 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 فسد في الله ماشي باش باش نلصق برك يا 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 ماتش كونتر لو توغو وليزيليميناتوار في شهر رمضان ان شاء الله دونك يفو 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 ريسبكتي لي دات فيفا il faut les respecter il faut il faut il faut programmer des matchs amicaux profiter 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 c'est le واحد في العالم اللي ما راحش يلعب في il y a 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 des essais à faire que ben sebaini مع موندي ولا مع واحد اخر qu'importe le nom des joueurs mais c'est dans ces moments là dans ces matchs amicaux qu'il faut mettre parce que si ces joueurs là ne jouent pas les matchs amicaux ils ne jouent pas les matchs officiels c'est une sanction c'est une sanction de l'Algérie mais le plus grand problème aujourd'hui concernant l'organisation AD ou l'organigramme de l'équipe nationale c'est la DTN s'il y avait une DTN Kouya Saïha même si l'entraîneur est parti c'est à la DTN de désigner qui m'a calé tout à l'heure. À la limite, on aurait gardé le staff adjoint avec lesquels. Pourquoi les renvoyer tout de suite pour les garder le temps de faire au moins de respecter ces deux dates FIFA pour pouvoir jouer les deux matchs amicaux à dos. Après ça, il y a le nouveau staff, qui est le nouveau président de la fédération qui viendra par la suite. Il est libre après de choisir un autre. Mais on va terminer avec ces gens-là. Voilà. Mais on ne voit pas tout le monde. Et maintenant, surtout pas les gens. Mais il est à la centralisation du pouvoir. Allez, c'est Khalou. Mais ça, l'arrête là. Ça. ce qui se fait au niveau il est valable dans tous les clubs de l'État. خلينا برك نعم انا ما حبيتش نقولها بصح ولا غير حرقتني قولها جي با اونفي دو لو دير جيسبر كو جو مي ترومب انا جاب لي ربي لا بوليتيك هذه تقول انا بوليتيك دو لا تير بريلي تسمى انا نروح خليها تخلى شي ماشي شتي ماشي شتي شتي دون تو لي كلوب مي انا عندي قال لي روح فلان شكون شكون يجي كيفاش انا شكون يجي كاين ثاني معلومه كاين معلومه مع باش تاكدوها لي حسب سمعت انا بانه لي كونترا بوبليسيتير تاع كلكو جوار حبسوا توقفوا لي كونترا بوبليسيتير اسكو ما عندهاش علاقه هذه بهذه كبعد الاداء الهزيل تاع المنتخب في الغابون حديث ومعلومه موثوقه بانه دي كونترا بوبليسيتير تاع اللاعبين اللي كانوا ياخذوا اموال ولاو توقفوا وما فيش اموال علي بن شيخ رايك قبل ما نروح الرضا رايك في الغاء لادات فيفا هذه تاع المواد مارس اسكو كنا قادرين نربحوها باش نعاودوا نلاقيو لي جوار ويزيدوا ينساو شويه هاد لاكان اللي فاتت ولا تعتبر باللي من الطبيعي انه بما انه كاين مكتب فيدرالي جديد المكتب الفيدرالي الجديد هو اللي يعين المدرب ويعين الطاقم تاعو وكل شيء يتغير على كل حال كي تشوف التسيير هذا كي نسمع بلي هاد لي دو دات فيفا اللي عندنا اسكو لو كان لعبنا اسكو على بالك انا نضحك نضحك خاطرش مستوى ضعيف 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 بعيد بعيد عيب نقولوه في بلاد كيما الجزائر اللي تقلد في 62 لاصقه مع اوروبا الاموال كاينه نتكلموا على هذه لوجيكمون دوبوي دي زاني لو بروغرام اي سو في دو ا لونغ تيرم حقيقه هذه مع السودان ولا هاد الدات فيفا تاع مواد مارس تخططوا صافي دوكا 5 4 5 كوم اللي نداروا
بلي تال جور عندك على الاقل عام ماشي عام بيسك لا فيفا دركا تعطي لك كل شيء تعطيك ضد فيفا لا قال تال جور تال جور نلعبوا كذا كونتاكتي ديجا ليكيب ناسيونال اللي لعبوا معهم ولا لي زيكيب ناسيونال اللي لعبوا معهم واجدين محضرين هذه وحده علاش ما يكونش هذا الشيء باسكو لو كان حنايا درنا كل شيء يمشي على قانيح جيب مدرب اوروبي بيسك تحبوه الاوروبي تموتوا عليه مازلنا نشوفوه بونجور مسيو جيبو يا سيدي جيبنا غير واحد مليح شويه ما نقولوش مليح بزاف مليح شويه بصح لو كان هذا اللي جبتو هذا الكاوري اللي تحبوه الرومي هذا ديروه موراه ثلاثه او اربعه الجيريا في تاع مستوى اللي يخدموا معاه فهم غدوه هذا الانسان موفي ريزولتا ولا اي حاجه تنحيه هاد اللي يكونوا موراه حمقين منصوري بوقره عندك انا نهضر سيريو كتدخل لي في واحد لا هادو ملي كانوا في لي زاجوا سي با دي سيريو انا نهضر لك سيريوزمون ما باش ما نتقلقش ولا خليني في العماد الحمار ديك باسكو لا سي با سيريو لا لا تتكلم على الطاقم الفني لا لي الطاقم الفني انا نهضر الطاقم الفني ماشي الطاقم سويفي كاين الطاقم الفني وكاين الطاقم سويفي دوكا تقلقني كي تبدا لي هكذا هذا صاصي دي الطاقم سويفي انا نقول لك يرفضوا الكباب تقول لي الطاقم الفني انا نقول لك في 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 التسيير يكون كيما يلزم الحال محطوطين ناس محترمين وشخصيه ما تجي تقول له لا انت كيف يمشي لا ولو يمشي كيما التخطيط تاع كره القدم كيما في اي بلد اللي يمشي تسير تاعها هكذا غدوه يروح هذا ولا تنحيه ولا كلكو سوا لي ريز هادو يكملوا يمشيو اليوم صرا مشكل كاين انتقادات على رئيس الاتحاديه يروح ما يروحش بون كلكو سوا لو تريك خليه صرا اللي صرا بصح هاد ثلاثه او اربعه كلش منظم يسقيو لي جوار يجيو واللي ما يجيش يصير اكسكلو من ليكيب ناسيونال والناس تهضر عليه بلي نتايا راك تخير وتمشي كيما تحب واللي يسيروا وتلعب لي دوماج تاعك لو كان انا كانت زيد لو كان كانت تخطيط تاع لي زيكيب ناسيونال اسبوار ابريم كدا كاينين يا سيدي ما من تما تزيد تحكم بور لي دو ماتش هادو اميكو كيف كيف لازم ديرهم فهمتي حنايا رانا قاعدين واش نلعبوا اليوم اصلا نعيطوا هكاو ناس سيدي بريكولاج رضوان في بلاد كيما الجيري عيب نتكلموا اسكو نلعبوا ولا ما نلعبوش عيب هذه تنجم ديرها اي هذه واسمها اللي لعبت مع جياسكا واسمها ليبيريا في مساك بتي بي كيرا وكدايا ممكن وهكذاك خرجت ان كرون جوار جورجويا فهمتني كيفاه كيف قال وقيل السنه وي احنا نو احنا ما لازمش نلحقوا في هاد ولكن كيما قال لي لودو جماعه كيف سيدي باري ميم شوف فوتوكوبي الفوقي كبيره تحبط لتحت كاين فوتوكوبي صغيره ونيفو دي كلاب سيدي باري ميم وهذا وهذه يكون اذا البعض يقول بانه في وقت من الاوقات كان فيه لو بومبي عبد الحميد كرمالي ربي يذكره ربي يرحمه ان شاء الله برحمه الله وكان هو يجيب معه ستاف ويحكموا ليكيب ناسيونال فهادو دي مومون دو كريز كانوا كيروح لا فيديراسيون يروح بريزيدون البومبي سي زوبا كان يجي مع زوبا ثاني زوبا سي لو بلو ميم كرمالي كانوا يعيطوا له شوف اللي درب الجزائر ست مرات سي زوبا اوكي معليش كرمالي درب انا نحكي انا لا جينيراسيون اللي شفا لها انا في لي زاني 2000 في نهايه التسعينات كانوا كل ما يحصلوا يجيبوا عبد الحميد كرمالي كان جاب معاه في وقت من الاوقات نشفى جمع زوبا وحنكوش وكان معاه مدرب عبد الوهاب الله يرحمه وعبد الوهاب ربي يرحمه كانوا يجيبوهم ويقول الان قال لك ما كاش هذا لو بومبي ما راحش يجيبوا زوبا ربي يذكروا بالخير ويطولوا في عمره يا رضوان من الان المشكل ما كاش كيفاش يديروا المشكل وين راه يا رضوان تفضل راهي في التخطيط راهي في المنهجيه راهي في سياسه البريكولاج حنا ما نشوف ما نشخصوا في فلان ولا فلتان اوكي الاشكاليه وين راهي انت باش تجيب ان اونترينور باسكو دوكا حنا جبنا ان اونترينور تاع شهر ونحيناه سي صا ولا لا غلط ولا ما غلطش جبنا ان اونترينور لي 15 مليح ماشي مليح جبناه في شهر هكذا شهر ونحيناه ماشي شهر شهرين جيب ان اونترينور سما جبناه انت في مهمه قال انت ارواح هاولي كيفاش نعطيو له هنا هديه مسمومه روح لاكان جبنا لاكان ولا روح للدومي فينا سينون تروح كيفاش شوف في الدول العالم يا اخي حنا نحبوا فرنسا هكذا حنا نتبعوا كيف في فرنسا
في فرنسا كيكون الطاقم الفني ما كاش مدرب مرحله انتقاليه يعني. مرحله انتقاليه كيفاش باش يجيبوا مدرب؟ يديروا يفتحوا مناقصه مناقصه رياضيه كما نقولوا، يجي واحد 50 سي في شكون يدرسهم؟ الجزائر مجال خليك كمل لك يا رضوان، شكون يدرسهم؟ باش هذا نقاش ما تزعفش. لا لا والله ما نزعف، ما باش ما تروحليش الفكره يا رضوان. يجيو واحد 60 سي في، 60 سي في وين يروحوا؟ يروحوا لاديتيان، تكون لاديتيان قويه، يروحوا لاديتيان يبداو يتريتيو الاخر، قال احنا المنتخب الفرنسي ها واش انا حابين واش انا حابين واش حابين. ابري ديتيان يديكاجيو خمسه، يديكاجيو خمسه الى سته سي فيات تاع مدربين. صحاح. صحاح. يمدوهم البيرو اكزيكيتيف تاع لا فيديراسيون فرونسيز دو فوتبول. اوكي. يقراوا هذوك البيرو اكزيكيتيف. ويديسيديو. ما يديسيديوش، ومن بعد ينحوا ثلاثه. يمدوهم لرئيس الاتحاديه، لانه القانون الفرنسي يمنح الصلاحيه لرئيس الاتحاديه الفرنسيه هو اللي يختار المدرب. يعطوا له ثلاثه. مي واشن لازم يكون البيرو فيدرال قوي باش كي يقرا يقرا. ما عندكش بيرو فيدرال. يا ديتيان ما كاش. ما لاش تهضر على الفيفا، ما نهضروش على الفيفا، ضد الفيفا. ما على حبيت نضيف له حاجه. نكمل لك بكر. تفضل. نضيف حاجه. انت لا على بالك باللي هنايا كاين بريكولاج. لو بريكولاج هذا اللي بريميديتي. علاش ما يديروش مدة فوق قريب 30 سنة ما درناش اون ديتيان صحيحة؟ علاش؟ علاش؟ باسكو لو كان دير اون ديتيان صحيحة والناس هذوك تاع لا ديتيان ولاد ولاد الفوتبول ولاد الفوتبول وما عندهمش لسانهم في 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 جيبهم لا لا يهضروا الحق تولي الفرانية ضعيفة في لو بلون تكنيك ماشي هذا السيد الرئيس تاع الفيدراسيون ماشي هذا جماعة تاع البيرو فيدرال سي نو لي تكنيسيان سي با فو ابا ما يديرش اون ديتيان باش يبقى هو اللي يدير واش يحب واضح ما فهمتهاش هذه نسمع ميلود عيبود هل مش فقط بها لا لا بصح لا لا دوك اسمع دوك حنا دوك لا 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 شوف رضوان لا نوميناسيون دان اونترينور ناسيونال لا نوميناسيون دان بي دي جي تاع شركه من اولي الودي او ميم برانسيب كيما لو غوفرمون هذه قلت لك عطيت لك القانون الفرنسي عطيت لك الفرنسي رئيس حكومه يقول له دير لي قائمه دارك شوف فيها يجي عنده دي كونسيي حاجه ما هي شغل رزقه ورزقه مقرا يحكم تليفون يعيط له فيان مقرا معليش انا معاك موافقك في هذه ما تعليقك رضا قبل ما نروح لميلاد عبود على ما تردد حول توقيف لي كونترا بيبليسيتي لكلكي جوار معليش وقفوا لهم لي كونترا ماشي المشكل تاع لي جوار هادو كيما هذا الدات دو فيفا كيما استغليناش ماشي مشكل تاع لي جوار جوار اللي يحيلوا كونترا ما يحيلوش كونترا ما يهمنيش سمعنا بانه بعض اللاعبين ما كانوش حابين يجيو قالت ماذا بينا ما يعيطوناش يا رضوان يا رضوان العداله باش تحكم لازم الفعل لازم الادله دوكا سمعنا لي جوار ما حبوش يجوا يا رضوان داروا تصريحات بعض اللاعبين لا لا ما داروش تصريحات رضوان ما كان حتى تصريح يقول باللي انا ما نجيش للمنتخب الجزائري قالوا قالوا بان هاد اللاعبين بان وين قالوا رضوان قالوا كاين حتى مواقع تواصل يا رضوان مع رضوان شوف باش ما يا مقران كاين صحفيين نكمل لك انا حبيت نقول معليش تكلموا مع لاعبين قالوا لهم ماذا بينا ما نجوش قالوا لنا ما نجوش بصح انا نشوفها اوترومون كيفاش؟ نشوفها حاجه واحده اخرى وشنو كيفاش تشوفها؟ في الكارثه هذه اللي تقول هكذا كارثه لازم لها واحد يخلص يفو روندر دي كونت حبوا يحصلوا في جوار سامح لا لا لي جوار هذه كيف كيف يتلعب اللعب في الجزائر في ميادين اخرى ثاني هكذا يقول بيسك حنايا عميناها في لاكان دونك لا فاف ريسك دو بارتير لو بريزون ريسك دو بارتير من اولي حنايا ثاني بيسك بلا هاد لا فيدراسيون ما نجوش هو والو صافي دير باللي انديريكتومون راهم يديروا شونتاج ما تنسوش شوف شوف ما يحتاجش كلام شوف هادو لي جوار هادو يا رضوان دوك لا يا اخي دوك نعطيو لهم حقهم هادو لي جوار هادو يحبوا الجزائر سواء عايش هنا سواء عايش ليه ما تقوليش انت على دار الكونترا خليني نكمل لك اعطيك صح ما تقوليش انت باللي على دار الكونترا كيحبسوا لهم باسكو راهم ما حبوش لا لا هادو لي جوار اللي عايشين ليك يا رضوان حنا عندنا فاميليا وانت عندك فاميليا وهادي عنده فاميليا يحبوا الجزائر كيما حنا كيما هما المشكل وين راه؟ راه في الناس خليني نكمل لك الناس راهم يكمل الناس سوجي ما ندورش ما ندورش الناس راهم خليني نكمل لك برك حبك في ناحيه جديده يا قران قلت لك ريبونداو يا رضوان نكمل لك هادي برك نكمل لك هادي ما تقولش ما تقولش نهضر هادو اللي جوار هادو هادو اللي جوار المشكل تاعهم واحد ما قال ما يحبوش خليني نكمل لك المشكل تاعهم يا رضوان انه لو كان دار
لا بريزيدون دو لا فيديراسيون ولا الطاقم الفني قال بلي كاين ستاج الجور فلاني ارواحو كما كي ما يدوش نجيبو ندير لهم المقطاله بصح انت ما درتش ستاج دوك الناس يسمعوا هاو قالوا بلي ما نجوش على ما داروش ستاج باسكو كاين دي جوار ils ont évité de venir معليش خليني نسمع لا لا خليني لا 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 دوك نعاود نرجع لك لا 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 اسمح لي اسمح لي معليش سجلها عندك ورقه سجلها من فضلك علي بن شيخ اعطيني رايك لانه هداك احتكرتم كلام وما تكلمناش مع الحضور علي واش رايك في هذه القضيه حديث على بعض اللاعبين انهم ما جاوش او ما حبوش يجيو الغاء التربص واش رايك في انا والله علي الدلال واش معيده الدلال بلي يحبوا زياد يحبوا زياد ما قلناش ما يحبوش تفضل نو انت قلت لي عبد الراهم وماذا قلت لي اسمح لي علي بالك اسمح معك انت كي قلت لي انت بلي الجوار دراهم وقالوا ما نجوش قلت لك الجوار تقول له درك اروح يجي صح ما قلت ليش ما يجوش كاين اللي قال بلي ايزون كوانسيدي هذا الامر هذا مع الغاء التربص قال لك بما انهم ما شرفوش الجزائر في مباراه الجابون في دوره الجابون بعض الهيئات العليا في البلاد اصدرت قرار بايقاف الاموال هذه اللي تلقاوها تاع سبونسورينغ هذه الا كوانسيدي مع الغاء تربص المنتخب الوطني في شهر مارس بوا هذا واش قلت انا هنا نعطي برك المعلومه ما علقتش عليها ما قلتش لك رضوان حبيت تقول باللي كي حاولهم لي كونترا لي جوار راه يقولوا بلي ما نجوش لا لا لي كونترا تنحاو بعد الغاء تربص مش قبل ابار هكذا هكذا عاد نفهم تفضل عليه والله هذا هو سو ديفلوبمون والله هذا هو سو ديفلوبمون لا بروف كنا نتكلموا على دات فيفا قالوا كل الناس اللي دات فيفا خططت خدموهم ما قبل صح اليوم متاخرين اليوم نتكلموا نقولوا بعد لاعبين ام يقولوا انا بكل صراحه ما نامنش بكلمه ام يقولوا صح انا نامن الناس يتحضر راهي تافونسي وحنا رانا نوليو مارشارير دونك كيلكو زاني اون سرا لو ديرني بيي او موند سير تاع الرياضه صح كيما راهي تمشي نورمالمون ما نقولوش ام يقولوا كون كان امور تمشي لونترينور راح ولا المشكل كاين رئيس الاتحاديه وبعد ما يقعد كاين مشاكل الناس تكمل تسير تسقي اللاعبين يجيو واللي ما يجيش لتما لتما العقوبه تكون سونكسيون سيفا فهمني وخليونا والله ماذا بيا انا نطلب لكم حطاش كل واحد كيفاش كلمه هما كاع يحبوا الجزائر تقول سامح لي ماشي انت انا كاع الناس تقولها هما يحبوا الجزائر كيما احنا ما كاش انا ما نحبش الجزائر وهو ما يحبش الجزائر طيب شكون اللي يحب الجزائر الفعال سي لي زاكت هذاك هو اللي يحب ما تجيبو ما يعرفش الجزائر ويجي يعيش هنا وتصيبو ينقي وينظف يخدم يفعل يجيب فايده لهذه البلاد هذاك يحب الجزائر انا اللي ما يجيبليش فايده لا بور ما يحبش الجزائر جابو فايده جابو فايده كيف ما جابوش فايده جابوش واش مفايده كيف ما جابوش فايده كيف ما خرجوش الغاشي لبرا ما خرجوش الغاشي لبرا عطيني كالجوار تالف الجزائر عطيني كالجوار حنا حنا اريال دروا ما لقيناش عليه اخي ما تزعلش مني يعني نهضر معاك دوك اللي تزعلش مني ما نهضرش اعطيني كاش راني نهضر واحد انا نهضروا برك حنا شوف اسمح لي ولا غنكمل لك حنا الدبزه الاخر الكوكايين الخمر الزوار ما كاش السرقه هذا يسري الماتش هذا كذا بصح هذا اللي جوار هادو باش تقول ما داروش سمع ما قلناش ما داروش واحد ما قال ما داروش ما علي ما درتش معاك انت لا هو ما قالش ما دار صاحبي علي انا ما صح اسمح لي تفضل خليك كمل لا بارول لا لا واش علينا ما تزعفش مني ما تزعفش انا والله نقعد ثلاث سوايع ما نهضرش راني من الاول ما هضرش لا لا بصح انا كي قلت لك نحيد لي بارول باش تقول لي هادو داروا احنا ماناش نهضروا على داروا انا نهضروا على اللاعبين هادوما عم يقولوا ما يجيوش دونك نقعدوا فيهم يقولوا ما يجيوش انا قلت ما نامنش بهذه ما يقولوا ما يجيوش انا نقول لو كان كنا منظمين كيما الناس اللي يعرفوا ينظموا في دات فيفا يكونوا اللي صراو المشاكل هادوما كالكو سوا البروبليم بريزيدون فيدراسيون او المدرب اللي يكونوا مورا المدرب يكملوا يكونفوكيو ليكيب ناسيونال يجيو انا واش حبيت نقول لك انا ما نتزيدوش نستعملوا يا ناس كلمه هادو يحبوا الجزائر كيما احنا انا ما نديروش تفريقه خليونا من هذه ما نديروش تفريقه ماشي على التفريقه كل واحد يعرف شكون اللي يحب الجزائر احسن من الاخر الفعال سي لي زاكت كان لي زاكت كيما يطلع اروح طلع الجبل تحارب على البلاد يرفد سلاح ويطلع وكان يقولوا له روح يقول لهم دوك نجي ويهرب هذا قاعد يحب الجزائر
ما يحبش الجزائر. ما يحبش الجزائر. صح. أنا ما يحبش الجزائر. ساعتها تهضر معاه. تهضر معاه يقول لك نحب الجزائر. هو أصلا مانيات. بصح ليه زاكت وراهم. سي لي راح وطلع. ويعطيك الصحة بصح هادو طلعوا. هادو اللي كحلاني طلعوا ولا ما طلعوا؟ طلعوا يا رضا. طلعوا علي. يا رضا. يا رضا. خلينا النقاش. خلينا باش ما. رانا في سيجي قلت لك انا واش نزيد نعاود لك 3-0 ما نزيدوش نقولوا كلمه يحبوا جا انا نقولوا على لاعبين تاع ايكيب ناسيونال. السلام عليكم. على اسمح لي هذه ونسكت انا على اللي يسيروا الفريق الوطني نتكلموا عليهم نقعدوا في هذه باسكو شاك فوا نسمعوا واحد يقول لك حتى هذوك يحبوا الجزائر اون لامبريسيون كو تلمو تقولوا حتى هذوك يحبوا الجزائر وليتوا كاين ناس تفهم ام اوتر شوز خليونا من اللي يحب الجزائر انا نامن بلي زاك اليوم كاين فريق لو كان عيطوا لهم وما جاوش بارك الله فيك هذا ما كان يقولك له بصح انا يا مان هذا ما يهمنيش انا يهمني اللي يجي اللي يحب الجزائر اللي يمد لها بلوس اللي ما يتريشيش اللي ما يسرقش اللي يخدم اونيت هذا هو اللي يعرق تري بيان تريكو يخرج يعرق اللي تبليسا في الماتش يخرج مجروح يخرج موسخ هذاك هو اللي يحب الجزائر نقولوا يحب الجزائر يا سيدي فهمتني الا اللي ليفي يتريشي وبدا تقول لي يحب الجزائر نقول لك الناس بورصا اللي يقول كاين اللي ليفيسو ماشي في غير ليكيب ناسيونال ما موليفو ديكلوب دي او صاير العجب اسكو هادو يحبوا لي كلوب تاعهم سيدي كلوب الجيريا سيدي الجيريا خلينا نسمعوا خلينا نسمعوا راي ميلود عبود في القضيه هذه هل تعتقد نكمل جست واش طلع عليه لو ديرني بوان هذا تاع لي كلوب لا سيتياسيون اللي رانا فيها le football national qui a fait découler la situation t'as les immigrés t'as la fin et la responsabilité elle est où elle est les clubs les responsables on a délaissé le football national bien sûr qui c'est qui n'a c'est Aourawa qui va travailler sur les clubs barakallah c'est Aourawa qui va travailler sur les clubs c'est le président quand on club. Parle de centre de formation j'attends le ministère ou le président de la République qui a dit l'intérêt pourquoi un président de club ne peut pas demander à un Walid lui donner l'intérêt Mais parce qu'il dit pour le club, mais il dit pour le club. Est-ce qu'il y a un président de club qui ne peut pas avoir 2 hectares dans sa wilaya? Et ce matin, j'ai lu la presse, le Walid d'Alger a donné 2 hectares à Harach. Mais est-ce que dans d'autres villes où il y a des clubs de première division, ils ne peuvent pas avoir un centre de formation. Donc tout ça, avant d'arriver à la situation où il y a avec ces joueurs émigrés entre guillemets algériens, que je ne reviens pas là-dessus. C'est ce qui nous a poussé à tomber dans cette situation. Si on avait des joueurs locaux. Le France, la fédération française, c'est de sa faute, mais je n'ai pas marié le droit. Bien sûr. Mais bien sûr. Et qui m'a calculé tout à l'heure, on n'est même pas capable, on est retourné chez Muftah, qui a été international il y a 10 ans. Très bien. On était obligé de retourner chez Rabah Muftah. Qui a international il y a 10 ans. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une pénurie, il y a un déficit sur le plan de la formation des joueurs locaux. Mais n'empêche, c'est Biloud Aiboud, nous n'avons pas les meilleurs milieux. Qui se font un cas d'amour au championnat à la Suisse, deuxième division, c'est pas un joueur. Mais ça, c'est la conséquence de la mauvaise gestion. Biloud. Le mouchkel. يسالوا فيه قاع parce que président de ligue ou la fédération il peut faire une note ولا قال لي جوار اللي تجيبو من فرنسا كوم توجور لازم يكون يلعب مينيموم دوزيام ديفيزيون سينو ما يجيش حنايا كاين اللي يلعبوا في لا سيتي من اللور انا نورمالمون ما ندخلش في هذا السيجي خاطرش قلت ما تزيدش نهضر على لي سوليسيون مديناهم 2000 خطره ولكن مليح نذكروا برك هذه وحده تقول لا فورماسيون بيان كو ما كاش صح لي سون دو فورماسيون سي فري كون رانا نتمرمدوا لي كلوب كاع جدي لي كلوب يتمرمدوا يونترينيو سارتان كلوب تات سون الاس مي كيما المولوديه ولا دوت رانا نونترينيو في تيرا اسمح لي مولود لا باش ما تروحليش ليدي هذه برك Est-ce que tu penses qu'un club qui gère
300 millions de dinars par an, c'est-à-dire 30 milliards. Il ne peut pas dégager 1 milliard par an pour construire un centre de formation. Quand tu vois les clubs de Zaire, on a vu qu'ils sont en train de faire le championnat. Tu vois, des joueurs, quand des joueurs ne savent pas jouer au football, mais ils ne savent pas jouer au football. Vous savez, ta morale, un jeune, خير منه 100 fois. وما يلعبش. المشكل ماهوش في لا فورماسيون. المشكل علاش ما يلعبش؟ المشكل وعلاش جوار كي يحب يلعب فينال كوب دالجيري فو كي باه. تاتي جوار تلعب عند رضوان وحاب تلعب فينال كوب دالجيري ربما يشوفوك في دبي ولا في الامارات ولا ما نعرف وين ولا في مارس ولا. Faut que tu donnes de l'argent pour que tu joues une finale. C'est grave. C'est diabolique ce qui se passe. Il y a des montagnes à l'abel. Si un an, un achtrat, rassi, ou l'aïe, ou j'en ai, alors, si j'ai un achtrat, ou j'en ai, rassi. Qui m'a dit, ma sabte l'houloul, sabte l'houahad, ou le nettoyage définitif seulement par les autorités, sinon, والله العظيم غيركم غير انا بريكولي تبقوا فيما يقول المفطر عليه جيت شوف بارلون دو فورماسيون بارلون دي جون حتى تعدي على لي جوار لي جون اللي ما يلعبش بكري جو روفيان تو سي با نوستالجيك مي نولي اللور لي جون كي كانوا يلعبوا كنا نلعبوا ان اوفرتور ديفون 10 15 ميل سبيكتاتور الناس كانت تشوف قال هذاك النيميرو 10 هذاك الهيك مليح لو بوتي هذاك اللي بون هذاك مليح هذاك مليح اجوردي يعني لي جو لي جون فوتبولور وعلاش ما يعرفوهمش الناس يجو دون ان ستاد فيد ابار لي بارون اللي يجيو للستاد الصباح تلعب انت ان جون ا 9 دو ماتان في رمضان سي بور سا كو جو روفيان لورغانيزاسيون اي فو تو ريفوار دون سو فوتبول ناسيونال اي فو اون ريفورم اي فو qu'il y ait une décision politique. خلينا نسمعوا بكرة حاجة باش نختموا موضوعنا هذا في مرة موضوع آخر. نقول لي برك على رجلك قبيلة اللي دور لو سوجي. ريد عمك واعر يدري. إيه. اللي كان صغير هكذا. جاري ما تنساش اللي. على بالي. لو بروبليم أنا جوني با دي جي با ابوردي هذه تاع لا سيغريغاسيون راهي في الراس تاع العباد هذاك يميغري وانا وليت زاير ولا. سان رينا فوار. نو سون توس الجيريان. جي با دي سا. قلت لك باللي دعايات اللي راهم يجوا دوك كاين دعايه ولا ما كانش اون توكا الا في سون بوز هكذا لافير هذه باللي ما يجيوش يجوا لافير هذه تاع نحاولهم لي سبونسور انا عندي سبونسور بلا ما يعيط لي في الدوله يقول لي نحيها له محرز درون جوار كي كان درون جوار ما نخسر عليه دراهم دوك راه داير ولا علاش عطيني دراهم انا هذه خلقاتك خليني نكملك ما هدرتش بقات هذه تاع ما نجوش قلت لك قبيله هذه تاع ما نجوش كاين دي سيناريو راهم يخدموا. فهمت هذه الفكره وصلت. هذا كل واحد واش عنده لي زانتيري تاعو لهيه. خلينا نروح الموضوع. خليك لا نكمل لك على هذه. تفضل. قول كيف نهار كان في السي بلا باش يروح. تضامنوا معاه اللاعبين هذو ولا ما تضامنوش؟ تضامنوا معاه. عطينا الصحه. دوك الكارثه اللي راهي رايحه شكون لو برومي فيزي؟ صادر لو بيرو فيدرال كوم لو بريزيدون. باغي نو با بارتير. القانون ما يعرفش ياخذ ترشح من الاولياء. مي خايفين على هذا الاخر. كي اسكي مدي بلي انا الكلمه ما راحتش من هنايا قال يا ما تجوش باش حنا نقعدوا هنايا واضح زين نكسبليكي لك نهزم تحت الرضوى ولا غير نهزم تحت يا مقراد انت بالنسبه لي مدرسه انت لا ماشي مدرسه خلي نهضر يا رضوى خلي نهضر دوكا انا ما دار بيا ماشي مدرسه انت ولد عمتي وكبير عليا ونكبر بيك انت مدرسه انت توي سونسي يا مقران سونسيبيليزي الناس انت هو الدور تاعك بصح انت حنا كصحفيين اسمع ولا غير يقولوا سي با نورمال انت الصحفي اللي توعي الناس انا اللي فيه وشنو هما قال لك نوار سير بلون قال درت له ديكلاراسيون قال لك انا ما يديرش ديكلاراسيون كيما هذه يعني ما نقول لك حاجه كيما كان يقول علي ابعث له كونفوكاسيون لو 20 عندك سباج حاول 16 لا حاول سي بون واضح لا بس بدون سمعنا ما راحش نخرج المدرسه راح تريبوندي لك تفضل المدرسه تقول لك يا رجل نعم باللي عندك 50% ولا 80% من الصحفيين هم كوريين
واضح. لا راه دايرين هادشي. بارك الله فيك. هاني معاك. بصح انت ماشي بوليس. انت مدرسة. انت كي راك تقول بلي. ولا غير هادي. ما تخليش كلام عندها يتناقش. ولا غير هادي برك. بصح انت كي تقول لي سمعنا مقران يقول سمعنا مقران. انت عندك تجربة كبيرة في الصحافة. ماشي سمعنا. ماشي سمعنا. مقران. مقران. انت دايرين باز. لا لا دايرين باز. الراجل اللي هضرها وقال لك انا هضرت مع صحفي. وهضرت مع لاعبين. صح. خلينا المره الى صفحه اشاريه ونعود بعد هذا صفحه اشاريه من فضلك. بحضرتكم سيداتي وليسي سادتي لحصه بالمكشوف دائما الحوار شيق وشيق جدا. المره الان الى الفقره المواليه المنتخب المحلي اللي عوض البقاء بدون منافسه المنتخب المحلي المقبل على منافسه الشان ومباراه اقصائيه امام المنتخب الليبي عكس المنتخب الوطني اللي ما راحش يكون فيه تربص، راح يكون فيه تربص للمنتخب المحلي رضا عباس. هل تعتقد بانه المنتخب المحلي بقياده قريشي، تعيين قريشي كمدرب مؤقت وحرمان بين قوسين او حديث يقول على انه كل من ماضوي وعمراني سوف لن يدرب المنتخب المحلي، هل هذا ريتورنمون سيتياسيون هذا كان وراء شيء معين؟ والنقطة الثانية أو سؤالي الثاني يتعلق بالترشيحات أو المناقصة التي افتتحت للمدرب المحلي، حديث على أنه فيه اثنين أو ثلاث تروا دوسي فقط يقدموا لدوسي تاع بلعطوي مضوي ومدرب ثالث فقط، ما عدا هذا لا أحد تقدم بهذه مصادر موثوقة، لا أحد تقدم بملف ترشيحه لقيادة المنتخب المحلي. لماذا كل هذا؟ هل لأنه الجميع يعتبر، بعض يقول لك الأمور حسمت من قبل، يعني اللي راه معين ما راحش يبعث الدوسي تاعه، أم تعتقد بأنه الأمر يتعلق بتعيينات مسبقة؟ ولماذا تم تعيين توفيق قريشي على رأس المنتخب المحلي؟ شوف رضوان، كي خلصت لا كوب دافريك بالنسبه للجزائر داروا، حبوا يديروا ابل دوفر باش يجيبوا المنتخب المحلي. المنتخب المحلي قبل ما يديروا هذيك لابيل دوفر عينوا ثلاثه ابيبري بين مضوي عمراني وشارف. اوكي، كانوا بين ثلاثه يقول لك بيناتهم هادو ثلاثه هادو ما مدوش لي سي في تاعهم، وحتى انه مضوي مد هادو كانوا ينتظروا انهم باسكو دوك مع من يهضروا يحكموا منتخب محلي حتى لمن، ما عندهمش النظريه البعيده، يعني سي لوجيك وشرا سي تري لوجيك، لانه كان ممكن مكتب فيدرالي جديد. شوف مكتب فيدرالي جديد ولا يبقى هذا ولا ما كاش كونتينيتي سوسوا في المنتخب الاول ولا المنتخب المحلي. دوك واش داروا؟ واش داروا؟ كون ما كاش والستاف تكنيك اللي كان نورمالمون الغيز نقولوا اللي كان مكلف باللاعبين المحليين هو تم الاخاله تاعو، واش ولاو؟ لقاو غير قريشي انه يحكم المنتخب المحلي. هذا سي ضمن تاريخ البريكولاج، لانه ديتيال هو نورمالمون عنده امور اخرى باش يقدمها للكره الجزائريه في الورشه تاعو تاع ديتيال. درك هذا قريشي يقدم هو غير لي ديبلوم، يدير لي ديبلوم. خلينا دوك يقدم الديبلوم. لي ديبلوم ويخدم لي ديبلوم. خلينا خدمه كبيره بزاف. لا خلينا نهضروا دوك هذا. لا لا عنده ورشه. دوك شوف هذا المنتخب المحلي راح في 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 مارس هذا يلعب مباراه وديه، ان شاء الله انه يلعب مباراه وديه باش يحضر المباراه الرسميه مع ليبيا. مزيان راهي الي روتور باسكو كنا راح نلعبوا في حاله الان ستلعب في تونس. ذهاب يلعب في تونس لانه ليبيا ليبيا طلبت انها تلعب في تونس. وراح ثاني كاين حديث يقول بلي يلعبوا لهنا الي روتور. اوكي مقرن، هل تعتقد بانه تعيين قريشي على راس المنتخب المحلي ينزع او يخلي مضوي وعمراني والاسماء وبالعطوي والاسماء التي رشحت خارج الحسابات؟ انا شوف جفي سيد داتر بريف، انا الورشه هذه نتاع الفريق الوطني عجبتك كلمه الورشه؟ هذا الفريق الوطني بي اللي بدا خلق ابوبري فير لي زاني 2008 هكذا، وقيلا هدان هو اللي كان برومي اونترينور. نعم، وبعدها عبد الحق بن شيخه راح للشام. يعطينا الصحه صح. السودان. خلي برك ما تقاطعنيش. تفضل. دقيقه. تفضل. انت كفيدراليه واش دير ايكيب ابريم؟ قول لي اعطيني لي زوبجيكتيف تاعها. نعطيك انا. تلعب لوشان؟ خلينا نعرف على بلاي واش دير بها؟
شكون هادو شكون هذا ليكيب بي صحاب 30 سنه اللي كان كانوا يجيبوا في عمور ولا كان عمور الوقت هذاك 34 وعيطوا له لا بلوبار كاع 30 سنه اسكو سي تان ريزيرفوار اسكو سي تان فيفيير دو ليكيب ناسيونال ا دونك سي سي ان فيفيير دو ليكيب ناسيونال ا الجوار يكون في عمره 19 سنه باش يرومبلاسي ماندي وفي عمره 24 سنه كيف انت تجيب لي واحد في عمره 35 سنه من هذه من الاولى معلش نوقفك هنا نوقفك هنا نعطيك معلومه فقط انا منتخب تاع الشان هذا المنتخب تاع الفريق المحلي نظن اكبر خطا لما وقفوه يعني وقت من الاوقات وقفوه علاه جو في ميكسبليكي في 2014 في المنتخب اللي واجه المانيا واللي لعب كاس العالم يافي 5 جوار محليين كانوا في الفريق تاع الشان في الفريق تاع المحلي يافي نبداو من لا ديفونس ونروحوا يافي سليماني يافي بالكلام يافي سوداني يافي سليماني وجابو كان بالكلام وبالكلام وحليش عفوا بالكلام حليش سوداني جابو وسليماني جابو وسوداني ايضا شاركوا في السودان في الشان اللي وصلنا للنهائي ونصف نهائي على ما اعتقد خسرنا من تونس اللي فاز بالكاس اسكو حكموا غير ليكيب هذه حطموا موان 17 حطموا موان 19 حطموا كل ودوك هذه لا بانيك ابريل باش ينسيونا قال ان ليكيب ابريل ما عندك ما دير بها ليكيب ابريل ليكيب ابريل توجدها هكذا عطيني لي زوبجيكتيف تاعها شكون اللي راح يديرها كيف سيليكسيوني الجوار ولا تعيط لهم برك هكذا خلينا قبيله رضا قال لك سي لوجيك اللي خموا على انتريو تاع مادوي وهذيك لا هو قال سي لوجيك انا رضا واش فهمت قال سي لوجيك انه كيجي مكتب فيدرالي جديد جميل لا غلط تقول لي كيجي مكتب فيدرالي جديد ما يقدروش لازم يجيبوا دي تي ان تاع الان مومونطانيمون باسكو كيجي مكتب جديد ممكن يقول لك انا شكون اللي قال لك عين لي مادوي انا كي نجي انا نعين مادوي عنده الحق بصح هذا اللي راهو دوك اللي راهو دوك اوكي هذا اللي راهو دوك المكتب اللي راهو دوك يجر لي زافير كورونت كورونت كي تكون بروفيسيونال ما تعينش يا سي محمد ما دوي اونترينور تاع ستيف عمراني اللي هو سياسي بلاطو ومسيو كيف انت اونترينور اون فونكسيون دون ان كلوب الكلوب تجيبو كان تروا سي كوا سي سي دو بروفيسيوناليزم هذا هذا رايك خليني نكمل لك تفضل راك حبيت تفهموا واش معناتها هذه اللي كيب ناسيونال هذه خرده داروها pour passer le temps. On n'a aucun objectif. ماك مين تعيبوت هل تعتقد بانه المدرب ليدي بونس خونين اليوم شويه هل تعتقد بانه المدرب الوطني للمنتخب المحلي او هذا المنتخب عنده فائده للمنتخب الاول لانه ممكن منهم يكونوا تي جوار تاع ليكيب اولمبيك وليكيب تاع ابريل اللي يقدروا يعاونوا المنتخب الاول شوف دون تو لي بي دي موند سي توجور لو بروميير لو كي لو ميور سي لو بروميير لو ميور حنا هنايا توتي طالون فيها سي لو ديرني كي راكم يرحم باباكم فهموا لي هذه تاع لي سي في ديبوزي ان سي في pour être entraîneur. Quand il y a les trois noms, vous venez de donner. Amrani, Madoui, Blatoui. Quand on dépose un CV, le nom importe peu. Quand on dépose un CV dans une société nationale, dans une entreprise quelconque, c'est que le bonhomme n'est pas connu. C'est pour ça qu'on demande un CV, parce qu'on n'arrive pas à ce Est-ce que les Algériens ou les responsables du football national ne savent pas Madoui, ne savent pas CV de Amradi ou ne savent pas tout Allez, Blatoui, je donne un exemple à Omar Blatoui. Je dépose un CV devant celui de Madoui. Je n'ai aucune chance, puisque c'est une question de CV. Le CV, c'est quoi c'est la compétence et l'expérience. L'autre a deux Champions League. L'autre a deux Champions League, a deux les titres, l'autre vient de débuter. Impossible. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Ayez le courage. C'est ça, parce que quand on n'est pas légitime, quand on n'a pas la légitimité de gérer ou d'être responsable, quand on a peur de désigner. Je désigne Madoué, ou c'est le Maliko. Je désigne Amrani, je désigne Belchir, ou c'est le Maliko. Pourquoi faire obliger les gens à demander du travail, c'est-à-dire imaginez les 32 entraîneurs. Ça m'a oui, parce que les gens ont de l'humilité, les gens ont de l'humilité.
كيفاش انا تي مو بيز انا نحط لك الخدمه نقول لك نعطيني ليكيب ا ليكيب ا بري ما كاينش لا دي جون كي اون تينيتي يا دي جون كي اون بيرسوناليتي هذا بي شيخ نو الفرا جامي صار على بي شيخ كل جامي نو C'est خليه خسر يا اخي راه اللي جونا خليه هي اللي راهي تلعب علي بشي رايك في هذا وعينك ميلود عيبوت قالك انا نعين على كل شيء العين بالفلان واش رايك لا ميلود نسى حاجه باك نفكروا فيها تات لي دوموند داو لي زونترينور كاين دوكا اللي يحطوا موان 10 كيما شا لي تاع اون انتربريز فهمت كاين اللي يقول لك انا موان 10 جو رياليزي البروجي اي موان شير وقيلا هكذا مناقصه يعني تولي مناقصه قلت حاجه قال لك الجهلاء تنعموا بجهلهم اردوان خليونا مع داسي لي سينما تو سا انا نلعبوا رانا نلعبوا بلي جون لي جون اللي يحبوا الفوتبول عندنا يجي ناس مانيفيك تحب الفوتبول تحب تغني تحب دير تيفو تحب تفرح سيبورتور تاع جياسكا واش قال هذيك نهار غادنا ما نسيتوش هذا اللي قال لك بلي كان في لي بارو في بارو في الحراش هضر مع لي جوار نلعبوا برك مليح Ce qui demande les joueurs, c'est le nettoyage, c'est le football tout simple. Football tout simple. Président comme président. Mais coach, il est à la balle. Il a besoin qu'il y ait des dirigeants. Il a besoin qu'il y ait la dala. Il a besoin qu'il y ait le matraque. Il a besoin qu'il y ait. Comme ça se passe partout. Est-ce que nous sommes extraterrestres? Nous sommes en train de faire une bulle. C'est tout ce qui demande notre peuple, notre jeunesse. Les qui veulent le football, c'est ce qu'ils veulent. الله نقول لهم جاي فلان نحي فلان ما تلعبوش بينا حنا على نتنرفوا نعيوا حنا حنا موالي البالون انا شبنا من البالون ما تجيوش يلعبوا بينا هاد الناس ونقولوا سيرتا جورناليست ما نقولوش كاع سيرتا جورناليست اللي راهم يمشيو في العفن احشموا عين راكو ديو لي جون دون تورينتيوهم الكذب يا رضوان ماشي هذا هو المشكل جيب اللي حبيت جيب لي حبيت غدوه تجيب لنا من لي مير زونترين اللي راهم في بريطانيا وفي الريال ولا بارسا ولا مش عارف وين ماشي هذا هو الحل الحل لازم الفوتبول يكون بروبر تاعنا يكون هنا بروبر لاعبين عندك بروبر تا جوار يجي من سيتي من هيها ما نعرف منين ما يعرفش يلعب فوتبول يجي يضرب 3 مليون دو دينار اش بيكم راكم ملاح راكم بعقلكم الناس في السبيطار تعالي وكدايا يجي واحد يدي 3 مليون دو دينار ما يعرفش يلعب نحن بلا انا ما يعرفش يلعب كان جوار تاع بي جي هل هذا هو الحل بيرو في ديراج جامي قال نو جامي سي توبوزي ا كيلك شوز لي زاربي تاكش مقبله شفنا ناد الحراش دو بيت دو بيناتي سان اكزيست با ما اكزيستيوش لي دو بيناتي يسمحوا لنا اصحاب الناس ولكن الحقيقه هذه ما كانش بيناتي كيفاش رايح تلعب فوتبال انت في بلادك شي راه هبل الناس تهبل يا بلو هاي الحراش لعبت بيناتي ما اكزيستيش تخسر 2-0 باسكو الاربيت حاب يمد دو بيناتي تتهضروا على الفوتبول ما تنجموش تكلموا على الفوتبول هاد الصفه فوتبول فيه عداله فيه ديزيكسبير فيه الناس مالين صلعه اللي يدير الخبز يروح للخبز اللي يلعب بالون يروح البالون اللي يسوق طياره يروح طياره خليونا من واش صاير كره الجزائر اللي قلتها لكم ربي اللي راه عالم والحل ماشي هذا هو الحل ان كما كنا مولود قالها وانا قلتها وكاع قالوها سي اون ديسيزيون بوليتيك ستوب اي فان بركات رانا نقولوا بركات واضح بهذا اذا نغلقوا فقره القريشي والمنتخب المحلي ونمروا الى الفقره المواليه اللي تتعلق بنفس واش كان يقول علي بن شيخ
وزير شباب والرياضة أصدر بيان شديد اللهجة بعد الذي حدث في لقاء شبيبة القبائل وفريق مونروفيا الليبيري وكذلك في لقاء مولودية الجزائر أمام بشام الغاني الوزير بهذا التحذير. هل تريد الوزارة بهذا التحذير إيقاف المهازل بوقف المهازل حتى داخل الوطن في بطولة الفضائح؟ هل هذه هي بداية الحساب لما يحدث خاصة في البطولة الوطنية؟ هل ستضرب وزارة الشباب والرياضة بيد من حديد بعد الكومينيكي هذا لوزارة الشباب والرياضة لأصبحت تتدخل فيما يحدث في كرة القدم من مشاكل ومهازل؟ هل ما حدث سوف لن يمر مرور الكرام؟ نبدأ برضا عباس. رضا، هل تعتقد بأنه الكلام وزير شباب والرياضة على ما يحدث في كرة القدم الجزائرية، واليوم حتى انتهت مقال يتكلم على ما يحدث من عنف من مشاكل، راح نتكلموا فيما بعد على ما حدث في الموب في لقاء الموب أمام اتحاد العاصمة، هل تعتقد بأنه تحذير وزارة شباب والرياضة وتحذير شديد اللهجة يثبت بأن الدولة تريد الآن أن تغير الأمور، أن تتدخل في كرة القدم، تتدخل في الرياضة من أجل ربما إحداث تغيير فيما يحدث؟ شوف رضوان، احنا نتمناو أنه السلطة بصفة عامة السياسية الرياضية تتدخل في هذه المهازل اللي راهم يشراو في الفوتبول الجزائري. أنت قلت باللي الوزير دار بيان شديد اللهجة، ما دار شديد اللهجة رضوان، أنا بالنسبة لي دار باراغراف صغير واش يقول ندوموندي من عند الناس هادو. معليش خليني نكمل لك، معليش رضوان خليني نكمل الفكره. يقول لك لوبليغاسيون ماذا بين لي ديريجون لي جوار وكدا، لوبليغاسيون دادوبتين كوندويت اكزومبلير على الاكستيريور، يعني برا على الاكستيريور، لانه فوتبول سي بارمي لي 42 فيديراسيون. هاو ديك الاشكاليه، الرياضه راهي مريضه. انت يا رضوان تقول باللي دار شديد اللهجه سقم لي الصاد. الان كل حاجه لازم لها بدايه. دوك هذا الوزاره ما تكلمتش، على ما تكلمتش نهار تكلمت علاش تكلم دوكا؟ لو كانت تكلمت من قبل وكيفاش نديروا؟ ما نخدموش. انت كي تحب تسقم لو فوتبول الجزائري دير لي الصاد. حنا مزيان ما بديناش كوب دافريك، بداو على الكابون، باسكو حنا لي الصاد هادو مازالو من الدوك، مازال الدوك تاع الدويره تاع براقي، مازال واحد ما هذيك تما. نقول بلي الوزاره راهي مدت، انت تهضر على الاحتراف او يمدوا الدراهم دو كوسا دروا دو كي خلاصوا الدراهم باش تحاسب. صح، اوكي. مقرا، هل تعتقد بانه ما حدث في سواء في لقاء شبيبه القبائل او في لقاء مديريه الجزائر لم يمر مرور الكرام مثل ما جرت العاده؟ هذه المره الوزير وتكلم اليوم صباحه اليوم في الغرفه السفلى في السينا في وين تكلم على كل الرياضات، قال باللي كل الاتحاديات مطالبه بالقيام بنتائج والا فكل واحد لازم ان يحاسب، وهذا مش قراري انا وحدي، قال هذا قرار جاني من السلطه السياسيه للبلد. ايه معليش كي يتكلم ويقول هكذا ويحذر اونوريمي يحذر من بكري. احنا اون ليسي لو بوريسمون هذه مده طويله اللي المنتخبات تاعنا ولا الفرق تاعنا في كل الرياضات حتى في الميادين الاخرين. عندنا دي اسوسياسيون كولتوريل راحوا لترونجي داروا دي سكوندال، صح ولا لا؟ صح. صرات في الثقافه، صرات في السياسه، صرات في الرياضه، بقاو حنا في الميدان تاعنا. فوالا، مي بصح سي ان شيما جينيرال. صح. الجزائريين حنا مرض كنروحوا للخارج، ما يا دي مومون ما نشرفوش، ما عليناش. بصح بور سكي كونسيرن لا جياسكا ولا مولوديا، لا سونيت دالارم، موجوريمي كو سا سوا لا فاف كي لا تير، باسكو الفيدراليه هي المسؤوله، سي لا ليغ ناسيونال. برسو دوك بكري حنا واش كنا نقولوا؟ كنا نقولوا لا لونغ دو بوا. يا دوك وين لحقنا؟ لحقنا لا لونغ دو كاويتشو. رانا نجعدوا فيها. بقات هذه دوك تاع هذا مين يجي هذا مين يجي؟ يجي من لا بوليتيك نتاع لابسونس دون ريغلومونتاسيون انتيريور بور شاك كلوب بور لو ريسبي ما بين الجوار والسيبورتور. الجوار والموضوع الجوار والونتريون ديالو. نخاف في بيان الوزير، نخاف في بيان الوزير. ما عندو لا تاع الوزير ما عندكش تعليق عليه. ما شوش تعليق قالها هكذا مي نورمالمون سي لا فاف اللي تقولها. واضح، وصلت الفكره تاعك. ميرود عبود، هل تعتقد بانه وزير شباب والرياضه بتدخله هذا
ربما الى كاين لا سون دولار ملاحب يبين بانه الدوله حاضره من اجل ايقاف مثل هذه الممارسات. انا نظن كما قالوا جماعه نظن باللي المشاكل هذو ماشي تاع اليوم ماشي قال ما عرفش من العام هذا ولا من العام اللي فات سنوات وسنوات سنوات وسنوات وانا نشط المقرن كيقول بان لو بروبليم هذا سي لا فيدراسيون باسكو بون سي فري كيما قال رضا لو مينيستر دو لا جونيس دو سبور يل جير toutes les fédérations. C'est la tutelle. C'est la tutelle. Okay. Mais chaque fédération doit gérer ses clubs, ses institutions. Donc le problème aujourd'hui, c'est que c'est à la fédération de réagir au comportement de certains joueurs ou de certains dirigeants à travers, et encore, tout à l'heure, à l'intérieur du pays. Je ne sais pas ce qu'il a dit. C'est non, le à l'extérieur. Parce que oui, mais il faut condamner même ce qui se passe à l'intérieur du pays. Donc, il y a un côté sur la terre, il y a Bidaya, قلت لك الوزاره من حقها باش تدخل باش تدخل ولكن قلت لك نشاط المقرر كيقول باللي سي لي فيديراسيون ولا لا ليميت كونسيرن لو فوتبول سي لا ليغ ناسيونال كي دو تيري لا سون دالا علي بن شيخ. هل تعتقد بانه تدخل وزير الشباب والرياضه يبين باللي ممكن الدوله تفكر فيها نيتوايا جينيرال باش الفساد اللي تكلمت عليه انت في الكثير من المرات مشكل تاع التحكيم اللي كنت تكلم عليه ربما هذه بدايه من اجل قرارات سياسيه لربما اصلاح رياضي شامل في كل الرياضات. ما نتكلموش نتكلموا على منظومه رياضيه مش على منظومه كره القدم منظومه رياضيه. على كل حال انا ما ندير السياسه وما نعرفش السياسه ولكن سكو جي كومبري سا سي سون سي بور سونسيبيليزي لي كلوب اي لا ولا على حسب فهمتي انايا سونسيبيليزي سي بيان مي المطرق سي تري بيان bien sûr ça. Parce que qui te sensibilise ou le pourrissement est zidicteur ou tu peux te sensibiliser là akhi. Parce que là n'attaque un exemple tu fais le coulche ou à dire ou n'a pas ça fait à dire la khatache aïna toujours la même chose aïna ta ça lorsque tu es là tu es que ce soit en dena ou la d'autre chaîne tu es les affaires de corruption الماتش مخدوم وهادي والبريزيدون ديكلاري بلي لاربيتر خدمو لي غير لا صح صح لورسكو لو 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 بريزيدون فيديراسيون ولا بريزيدون دي ليغ ناسيونال واحد فيهم جو كروا يدوا كونفوكي ناس اللي تقول هاد الشيء واللي شاف هاد الفضايح لورسكو ما ندارش ولا ندار يقول لك لي زاكونفوكي بصح ما كاين والو ما شفناش كيما هذيك الكارثه بلي فيديو ينطقوا تاع عيد كورونا صح من بعد هذا الشيء كاع لي زاكوزاسيون دي باري دوطر ولي فيديو كاينين ما يصرا والو ما يصرا والو الا هل الله يعلم خطره سمع قرينا في الجرائد وين الوزير تاع العدل يقول لازم البروكيرور يدخل يدخل صح كي ما يدخلش البروكيرور خلاص ما عندنا ما نهضروا دوك واش على باش تهضر على تسونسيبيليزي ما عندك ما تسونسيبيليزي قعدوا هكذا وساعة تحبس تم واضح رضا نختموا بكم بعد نروح للمقرى نختموا باختصار باختصار جديد شوف اساس الملك في اي دوله نهضروا على سبورتيفو سي العدل صح فهمت تكون ما كاش المحسوبيه تكون ما كاش الجهويه تكون ما كاش هذوك صحاب الكتاف الناس يلعبوا البالون كيف كيف انت كومون سا سفي ايطا تمد بين 32 كلوب تمد الكاف كلوب شركات والاخرين يقول لهم ايا موتوا كيف تجيبوا الدراهم هذا ماشي عدل ما كاش منافسه شريفه أوكي. نكمل لك هذه والله ما نزيد لكش زيد واحده ثانيه دي زافير اللي انت خرجتهم في الهداف وعين فكرون مع جمعيه الخروب جرونديلي دخلوا ناس من ايطا قال لك لا خليها كالمي اللعب لافير حي موسى مع اتحاد عنابه وانت على بالك يا رضوان دخل برلماني فاعل قال لك لا باسكو باتنا الثوره كيما شوف كي لازم نطبقوا القانون على الجميع وكي تطبق القانون ما كاش صحاب الكتاب ولا غيتسقم البالون واضح نخدموا مع حبيت برك نقدر باللي كنت يا هكذا ان ميساج هكذا دو سيفيليزاسيون il faudrait qu'il soit suivi. Avec deux exemples. Le ministère, généralement, normalement, parce que l'Ukraine, c'est lui qui gère.
جيش فان 78 لي جو دو سبليت هكذا شكون سانكسيونيرو سانكسيونيرو مرزقان صح هويا والكوميتي دورغانيزاسيون تاع لي جو تاع لي جو ما سانكسيونيه تاع سانكسيوني جوار هذيك غلطه سي فو با دي باسي لي بريروغاتيف ما ديباسيهمش هضرت على هذه ديرها بصح دوك انا المينيو يقول لك انايا ما لازمش يكون العنف وما لازمش يكون هذا وما لازمش تبان لي ماتش دالجيري وكاع اور انت الوزاره مع لا فيدراسيون الجيريان دو فوتبول في لي بروشان سيليكسيون نتاع لي ليغ ونتاع اللي راهم يندارو ماشي موضوع شوف معليش ستادير كيفاه انت اليوم تقول بلي هذه حاجه ماشي مليحه ماشي مليحه وانت وانت شوي افيك لا فاخ Vous avez abusé de la réglementation en matière qu'à les experts. Voilà. Vous êtes complices. On t'a choisi. Mais qui est Mordona? Alors qui est Carbo? Qui est Carbo? Il décapite une tête. Alors, alors, mais Doros le nasgar mat darbosh. On t'a choisi. Tu as fait la carita. Avec les candidats de l'Église Jadou, le président Jadou, avec la loi bafouée par le MGS et par la FAP. Voilà. إذا نمر في نفس السياق نمر إلى الموضوع الموالي اللي يتعلق بما حدث في بيشام أو في أكرا في لقاء مولودية الجزائر أمام النادي بيشام الغاني ما حدث بين مواسى ومقداد اللي مر على مجلس التأديب أمس هل تم تهويل قضية مواسى ومقداد أكثر من اللازم مقارنة بما يحدث في البطولة الكثير يقول بأنه ما حدث بين مواسى ومقداد كان يقدر يحدث في أي نادي وسبق وحدث بين مورينيو واللاعب موطا سبق وحدث بين العديد من اللاعبين والمدربين في نوادي أخرى ولكن البقية أو البعض الآخر يقول بأنه ما حدث كان خارج الوطن وكان لا يجب أن يحدث بين مدرب ولاعب لم يحترمه لم يحترم مدربه في هذه القضية نبدأ بلاعب دولي سابق ولاعب لعب الكثير من السنوات في شبيبة القبائل ميلود عبود هل تعتقد بأنه ما حدث أعطوه ربما أبعد أكثر من 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 ما يوسمه ولا تعتبر اللي ما حدث غير طبيعي لا لا مش غير طبيعي ولكن كما قلت سابقا هذا يحدث في كل ملاعب في كل نوادي في كل ملاعب العالم يعني سي دي كومبورتمون دو جوار ياك سرابلي لو فامو كول وصلت الى الشتم ربما هي اللي خلاتها لا لا هذه باينه باللي كاين الشتم باسكو كمال المواسى باش ضرب اللاعب باش ضرب اللاعب الى رياجي سي كي لا اونتوندو كيلكو شوز دو با بيان اونتوندو سا سي كلير مي comme ça s'est passé à l'extérieur بحضور السفير الجزائري بحضور السفير هذا العوامل هذو يصراو ولكن اليوم كاين لي كاميرا كاين لي جورناليست كاين راكم توريو اللاعبين كيدربوا حنا كي كنا نروحوا واحد على بالو ما كان لازم كاين المجاهد وكاين لو ان تي في واحد ما يجي واحد ما على بالو وصاير هذو كاين يصراو حوايج ولكن بيناتنا ولكن اليوم راك تشوف لي جورناليست لا بريس لا تيليفزيون دونك ا بارتي دو مومون و سي فيلمي سا شوكي لو بوبل الجيريان Moi, j'aurais souhaité, connaissant Kamel Moussa, c'est un gentil garçon et tout, j'aurais souhaité, bon, c'est un avis personnel, il va pas, j'espère qu'il ne va pas, j'aurais souhaité qu'il ferme un peu les yeux sur ce qui a été dit. Il aurait attendu peut-être Fulvestiaire, l'affaire Fulvestiaire, il t'a fait le chouïa à l'Arsabou, Walakin. Quand on est un être humain, contre le fameux coup de boule de Zidane qui a privé l'équipe de France d'une Coupe du Monde, l'instinct humain, ouais, ça, on ne peut pas se contrôler. Je pense que c'est ça qui a poussé Moussa à réagir. Comme le Moussa l'Ali Ben Cheikh, اسمع رأي رضا عباس ما حدث ألا تعتقد بأنه زادوا فيه شوية يعني حدث بين رضواني وبرشيش أيضا ولو أنه ما فيش صور ولكن صراو مشاكل ولكن اللي صرا بين مقداد ومواسى ربما كان عنده تهويل إعلامي أكثر من اللازم حسب رأيك ما اعتقدش أنه تهويل إعلامي هذا سيتا ماك صرا مشكلة صرات برا حنا راه عندنا ليماج تاعنا ليماج ما مكسرات هنا في الجزائر سي سي باغ زاب بصح صرات لي انا بيناتنا نقولوا ما تصراش مي لو كان تصرا نشوفوا كيفاش نديروا لها حلها بصح الناس لي زافريكا جو من كيجيو كيسلكوا بيناتنا
وجوال الدار مع الاخر. بعد ما تنساش يا رضوان ما تنساش باللي مات لنا جوار في الصطاد صح لي اسمه ايبوسي اللي الناس مازال تهضر عليه البرك صح مات في الصطاد ما كاش تقول لي صراو في العالم انا جاميشت انا رونالدو ولا كذا يهضر مع لونترينر ولا واحد فيهم يكلمي روحه وكذا وتصرا ما يشروش كيما الدبزه ومن بعد الناس ولاو يسلكوا الاخر يجي لو كان تكمل لي ماتش رضوان كملها وتشوف الناس ولاو يسلكوا حتى ولا السفير سافر ولا وين السفير ما عنده حتى علاقه ولكن غضب السفير غضب يقول لك امور هذه لا تشرف الكره الجزائريه ما تشرفش السيفيزم الجزائري نعطيك معلومه سي رضوان الناس اللي زافري كان نقولوا احنا متحضرين عليهم احنا هما الاخرين في الحضاره الكاميرون لعبوا مع السنغال السنغال خسروا مع الكاميرون الناس تبكي لي سيبورتور كانوا قادرين وكان احنا لي سيبورتور كانوا يقلبوها ولا لا صح والله يا رضوان لي تريبيون تاعهم مسحوا حشك الزمل تاعهم رفدوهم لا تريبيون نقيه داروا كما داروا لي جابوني اوتر فوا الكابون حنا لو كان اورغانيزينا هذه الدوران 31 وصرنا كيما الكابون بريميتور انا نتقاتلوا حنا خاصنا شويه سيفيز سيفيزم هذا خاص من نهضر لك من المناصر من اني انا اي كومبري انا هو مناطق ما نكون صحافي لازمنا هذاك السيفيزم حنا رانا بعاد على السيفيزم هذا ها هو صراو يصرا ها هم الناس يسلكوا فينا شكون اللي كان يسلك شوف شكون اللي كان يسلك رضوان صح صح ناس برانيه لي زافريكان اللي كنا حنا نضحكوا عليهم ولاو يسلكوا بلادنا هاي على البليس خويا كمال والاخر يقول هاي على البليس خويا مقداد هاي ما تمسكش وانت شكون ظلم هنا في هذه القضيه هذه انا ما نظلم حتى واحد هذه لاكت والصرا كسوة مقدار كسوة مواسع صح باسكو نعطيه انا رايه رايه كان قادر مواسع يسكت قال مور الماتش نديرو ان بتي فاس ا فاس بين سي مقران الحاد وعلي بن شيخ سمعتك في الكثير من تصريحاتك مقران قلت بانه مواسع اخطا لانه كان قادر ما يضربش اللاعب ويخليه حتى للفيستيار لي كاين اللي يقول لك وصلت للشتم بالام بالوالده وامور ديباسات شويه لي ليميت وبالتالي سي لي تومبيرامون كاين كيما راي علي بن شيخ يقول لك انا في بلاصتو ندير نفس الشيء هل تعتقد بانه مواسا كان خاطئ في تصرفه؟ شوف دابور انا جو تروف سي 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 سكوندالو بيسك سي اون رونغان رايحه وجايه كل عام صار لنا هكذا ماشي غير اليوم وماشي غير مولودية الجزائر ماشي غير مولودية ماشي غير مولودية سكي فان اون كولوم بلوس سي سي لي دو بلو كرون كلوب دالجيري مولوديه جياسا وزيد من لا تيليفزيون مانتونو قبل ما نولي لك شكون ظلم ولا شكون ماشي ظلم ما شو با جوج جو سوي با اون كوميسيون دو ديسيبلين ولكن درت تصريح وقلت بلي لازم تسمحهم في زوجي يهضروا هذيك انا سكو جو ديبلور دون سيت ايستوار سي لو مونك دو بروفيسيوناليزم نتاع مقداد اللي زعما جانا من هي دار لي كول فورماسيون بروفيسيونيل Il n'était pas professionnel. On voit ça, avec tout le respect que je lui dois. Très gentil garçon, Kamal. Serra. Houatani. Akhtaa. C'est-à-dire. La réaction. La réaction. On n'a pas été professionnel. C'est pas professionnel. C'est pas professionnel. Au niveau de tous les clubs algériens, mais ils disent les règlements antérieurs, mais ils disent comment vous vous comportez avec le peuple. Quand il y a des joueurs qui chutent les tribunes, normalement, dans le contrat dialecte, tu n'as pas le droit d'insulter la tribune, même ils se bouquent, tu n'as pas le droit de répondre à ton entraîneur, tu n'as pas le droit de répondre à Flan, tu n'as pas le droit. حاجه لو بلو غراف دون تو سا سي كرايحة هكذاك بالباله مي لو بلو غراف وراه سي كون ريس دي سونكسيون الناس ما على بالهمش على بالك بلي لاكاف بو نو سونكسيوني صح ال بو نو سونكسيوني كاين لو ريغلومون باسكو راك درت بالباله هاليك يقدروا يديروا لك صح لي سونكسيون فينونسيير يقدروا يسونكسيوني الكوسمو اوكي اذا هذا راي مقران الحاد علي بن شيخ انت كان رايك مخالف لمقاله مقران قلت بلي انا لو كنت مكان المدرب مواسا وكنت نعطيه يعني ندير نفس الشيء لا باش نتفاهموا مليح الكلام اللي سمعناه انت حضرت في لجنه التاديب نعم ولو ستاف كاع لو ستاف كونفوكيناهم بالواحد اللي كانوا قاعدين في البون كاع وكاع قالوا الكلام اللي عيب نقوله لكم هنا قالوا اللعب اللعب قال على حساب لو ستاف احنا ما كناش على حساب لو ستاف قالت الكلام اللي قاله له المواسا خطير جدا خطير جدا ولكن انا كي تسقسيني
قول لي لو كان قال لك اي لاعب يقول لك هذا الكلام وانا مدرب اما ميتا ويقول لي هذاك الكلام غير نضرب نضرب نكذب عليك نقول لك لا لا ونلعب عليك شغل هذاك الدانوا ولا ما كاش منها ما كاش منها ما كاش منها يعني تجاوز كاع الحدود نجاوز كاع الحدود ما نقبلكش تسب لي ما انت تلعب وانا مدرب كيما انت لعب ما تقبلش لو كان نقول لك كلام ماشي مليح وفي حقك ترجعني للطريق انت ما سمعتوا اللاعب واش قال لاعب لعب لعب واش يقول لعب جا قال لك يا ولدي كي خرجت كيما جا داخل في باش يحبس كوستيم فوصل قال كي تجي داخل كنت نمم هكذايا وداخل ومن بعد كملت هكذا قعدت كي قعدت هو قال له واش كاين وكذا قال لكم بعد قلت الكلام سبيت ما 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 يعني اعترف بانه قال كلام بلي قال لي واحد الكلام هكذايا با سبيت الاخر جا ليه واش كاين ومنا 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 زادت سخنت الحاله وين زادت سخنت بعد ما سجلت المولودية هذا في تعادل سجلت المولودية لعب واش يقول لعب يقول لك دار لي جست ماشي مليح ولكن احنا بعد ما سمعنا كاع اللي كانوا حاضرين كذبوا على الامر ما كانش جست المدرب قال له هانا ربحنا هانا ماركينا الدوزيام بيت فهمتني بريمير ليغاليزاسيون ليغاليزاسيون دونك زاد الكلام راح بعيد ولكن شوف ماشي هذا هو اللي هذا هو المشكل شوف المشكل ماشي باسكو لي ماتش جات في المولوديا هاي صايره قال لي كلوب صح شوف صح دوبوي دي زاني هل يا هل ترى هاد لو جيست اكثر نتاع ايبوسي لا هل ترى هاد لو جيست اكثر نتاع لا كوكاين فضايح كبيره هذيك اسكو هذيك ما سمعوش قعدت غير هنا في الجزائر سمعوا بها كاع الناس لا فيفا لا افريك فهمني واني هذا انا يم سي فري كو هاد الحوايج يغيدو سي فري كو باسكو يقيسونا حنا مي هادو سي اون اكوميلي طرو دو مشاكل وخلينا الامور تسير دوك كاين حوايج لا مصايرين في الكره الجزائريه اليوم في دقيق في لي كلوب دالجيري لعب ولي حكام ما حبيتوش تفهموا لا واش ميم لي سيبورتور انا جو مادريس اليوم لي سيبورتور تاع لي كلوب تاع الجزائر كاع اللي راهم يتبعوا في الشامبيونه تاعنا اللاعب هو اللي يحكم هاكو تفهموا اللاعب هو اللي يحكم لاعب يسهر ماشي كاع ما نقولوش كاع لي جوا مي لا ماجوريتي يسهر يضرب الشيشه يضرب كاع اللي حرموا ربي واللي منعوا القانون ومن بعد الصباح المدرب يقول لهم لا في يقول لهم غدوه لونترينمون ا 10 فوا 10 كاع 80% ولا 70% دي جوار اللي راهم في الناسيونال اون دو وحبط نهضروا اون اي دو الو اوا لا لا نوطرينو على الخمسه خطاش نرقدوا خطا السهراني حتى الربعه وما حبيتوش تفهموا لي ماهيش كره هذه ماشي فوتبال يا ناس ماشي جعلو اللعب هو اللي يحكم في الجزائر ما حبيتوش تفهموا هو اللي يحكم هذا المو نوطرينر ما يحكمش حاشا كالكوزا حاشا كالكوزا مي لا ماجوريتي ما يحكموش انا عندي دي بروف يزقيو لي في لي كلوب هم يعيطوا لي دركي راني في الهدف بارتو في لي كلوب واللي داخلين في لي كلوب يعيطوا لي لونترينور يدير يقول لونترينمون صباح 10 يقولوا له لا يجي الماناجر بريباراتور مخدوم مع لي جوار يقولوا نديروا العشيه خير العشيه على الخمسه باش نسهروا ونجيو نرقدوا حتى اللي يحمى راسهم ومن بعد يجيو يونترينيو ماشي فوتبال باش نبقاو في القاضي شوف كل شيء باش نبقاو في نفس الموضوع باش ما نروحوش موضوع واحد اخر اسمح لي انا اللي يقول لك انا جاتير برك لا سونيت دالار انا هذه تاع المولوديا شوف بور فيني الهاديه باش نبقاو في القاضي هل تعتقد بان لو كان عمر غريب حاضر هناك ربما ما تصراش قضيه هذه يقولوا بلي غياب الرئيس ربما في عن سفريه لو كان حاضر ربما بالك من ناحيه الانضباط كان عمر ما تصراش لان لو الجوار زعف خرج لو كان حاضر يكون معاهم تماتيك لا رياكسيون تاع اللعاب ومام لونترينور الشونج بون الاخرين كل واحد وشخصيته في الاستاف كل واحد كيفاش يشوف دونك المهم في هذه حنايا سمعنا
كاع سمعتوا بما فيها الرابور تاع المدرب. صوف المدرب دار رابور لعمر، سمعنا هذه، شفنا لا فيديو هذه، عاودنا شفناها، سمعنا اللعاب. لو رابور اي تي في بار لو بريزيدون دو لا كوميسيون، الرئيس الفريق. دونك القرار راح يتاخذ، القرار يتاخذ من بعد الماتش بيان سور تاع. انت كنت مع قرار عمر غريب بابعاد اللاعب، هل لازلت مع هذا القرار؟ مع كمحل مع عمر غريب بانه ابعاد اللاعب من الفريق الاول. شوف ا بارتي دو مومون لي لو بريزيدون قال لو جوار سورا اكسكلي اوتوماتيكمون جو لو سوي. انا يا راني هو قال البارح لي غلط يخلص. شوف انا كراني كمسؤول تاع لي جون في الفريق وك ديريجون، يعني ماشي ديريجون، مانيش ديريجون، كاونت دي تي اس في الفريق وكمحب للفريق. انا ما زيدش نقول انا وليد الفريق، انا مانيش وليد الفريق، ايه انا مانيش وليد الفريق، انا لعبت جست وخلاص كمحب لهذا الفريق. لو بريزيدون شاف بلي اون فوت غراف يل برو اون ديسيزيون يتحاوز يتحاوز ماشي وزيد سي لا كوميسيون كي سوفران لوجيكمون لي سوفران سي تال كي في في سون رابور مليح ولا ماشي مليح تعطيه البريزيدون، لو بريزيدون يزيد يخمم فيه يل برون لا ديسيزيون تاعو في الاسم. ميرود عيبود، انتم قلت باللي بكري كانوا يصراو هذه الامور، لكن ما حدث بين رضواني وبرشيش في شبيبه القبائل في لقاء مونروفيا ايضا اثار الكثير من البلبله. ما نظنش باللي لا جي اسكا تاع ايام الزينه كانت امور تصل الى هذا الحد انه دو جوار يضربوا ميم سي ساكروش بيناتهم. يا في دي ديريجون يا في كانوا معكم الناس اللي انت كنت قائد الفريق ربما يحترموك. لا ديفيرونس، لا ديفيرونس رضوان السي بكري لم يصراو الحوايج هذو، قعدوا في الفيستيار قعدوا في البيرو. صراو لكم مثل هذه الامور بكري؟ لا اللاعبين ما صراوش انه اثناء المباراه يسبوا مع بعضهم. هذه 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 تاع فلاتوش كيما راك تشوف انا ولا صراو رضوان ذلك في الميدان. رضوان باغ اكزومبل كي روفيز دو جوي لا دوزيام ميتون، ما حكيش لا دوزيام ميتون. Parce que, voilà, en l'absence d'un entraîneur en chef, c'est un jeune entraîneur et tout ça, donc le président est absent, donc voilà, c'est la marche. Et c'est ça qui fait qu'il m'a pas allé aujourd'hui, c'est les joueurs. C'est les joueurs qui font, ils font la loi. D'ailleurs, quand on lit la presse, on parle de Nabab, on parle de gens qui font. Même le joueur algérien. Justement, même في الكونترا تلقى عنده دو بوين دو ريغلومون دو ريغلومون انتيريور دو بوين ما جيش روتار وما جيش الوغ كو كاين واحد 100 بوين ان متر في لو ريغلومون انتيريور. شوفوا لي بوجي ميم لا فورماسيون ميم لا فورماسيون دي جوار. قلت لك انا توت اليو جو لي جو سي با ان نوستالجيك جو ريفي با تو 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 ان اريير تو دي بروبليم دو فورماسيون افون دو فورمي لو فوتبولور او فورم لون. نمروا الى فاصل إشهاري وبعدها نلتقي للحديث في الجزء الأخير من حصة بالمكشوف، وراح نتحدث الآن ونمر إلى الفقرة الموالية بعد ما تحدثنا على الكثير من المواضيع اللي راكم تشاهدوها على يمين. نمر إلى أحداث الموب مع اتحاد العاصمة، هل تجاوز أنصار الموب هذه المرة الخطوط الحمراء وسيكون ذلك الفريق راح يكون ضحية أحداث هذه العنف؟ رانا نشاهدوا في صور مؤسفة للغاية، صور رجال الشرطة اللي تعرضوا إلى اعتداءات بعد دخول الأنصار إلى المدرجات. رانا نشاهدوا في صور مؤسفة للغاية في لقاء الاتحاد اتحاد العاصمة اللي تنقل إلى الموب، وانتهت النتيجة 0-0 في لقاء عرف اجتياح الأنصار الملعب بعد ما كانوا في المدرجات. نذكروا أن أنصار اتحاد العاصمة لم يتنقلوا إلى بجاية بعد الذي حدث في لقاء الذهاب، لم يتنقل أنصار الاتحاد إلى بجاية، ورغم هذا أنصار لم يتقبلوا نتيجة التعادل 0-0، وحاولوا بعض الأنصار، هذو ما يمثلوش أنصار الموب على كل حال، حاولوا الدخول حتى إلى غرف تغيير الملابس من أجل اعتداء على لاعبي وعناصر اتحاد العاصمة. صور مؤسفة للغاية لما حدث، ونحن مع نهاية أو البطولة لم تنتهي بعد، ما زالوا 10 أو أكثر من 10 جولات باحتساب المباريات المتأخرة. ما حدث يندى له الجبين، وقد أجلت الرابطة لقاء الموب أمام المدية الذي كان مقرر أن يلعب نهاية هذا الأسبوع إلى وقت لاحق، لأنه
ملعب الوحدة المغاربية قد يعاقب مرة أخرى بعدما عقب بأربع مباريات اثنين منها جرت في سطيف. هذه المرة هذه الأحداث قد تعصف بالنادي تماما. رضا عباس، ألا تعتقد أن الأمور تجاوزت كل الخطوط الحمراء؟ فوضى عارمة تحدث في ملعبنا هذه الأيام قبل نهاية البطولة، يعني مع اقتراب اللعب على ورقة البقاء نظن راح الأمور قد تعرف مجرى آخر من العنف. رضوان شوف، هادو لي زيماج اللي شفناهم اليوم شفناهم عندهم مده، صح زدنا شفناهم في ميسيون اخرى، زدنا شفناهم العام اللي فات، لو العام اللي فات سي توجور لا ميم شوز. ليشما نعطيك مثال، ليشما سعيده شفتو الصرا، صح العفاوي بالموس يا اخي بالموس، صح وما تعدناش. نزيد لك لافير اي بوسي، نعاود ونروح نعاود لي بوسي سيد مات في الصطاد. صح سما هاد الامور هادو راح نزيدو نشوفوهم اخرى اخرى. علاش يا رضوان؟ باسكو ما كاش قانون، ما كاش. شوف هادو القانون كاين، ما كاش تطبيق، ما كاش تطبيق القانون، ما كاش العداله. هاي دوكا اللي يهضر دو، انت تبريباري اون ايكيب تبريباريها توت اون سومان، يجي ان اربيتر يقطع مره ما يخطاش خطرات، سي سا لو بروبليم. صح شفنا دوكا غياب ثقه، غياب ثقه بين الاداره وبين اللاعب، بين اللاعب والمدرب، بين النادي والحاكم. دوك هادو لي زيماج هادو نزيدو نشوفوهم. هاو دور الوزاره. نعطيك يا رضوان ان بي كوم الكابون، حنا والكابون شكون اللي خير؟ زاير خير، زاير خير من الكابون. تقول حنا رانا في نيويورك والكابون، مع احترامات للكابون، عندهم دي تيكي الكترونيك. هو انت باش تدخل للسطاد تيكي الكترونيك جوز. احنا مازال ما وصلناش لهذا الامر هادو، صح وراهم الهياكل الرياضيه، صح وراه القانون يا رضوان. نبقاو في الموضوع هذا، لو كان كاين قانون اسكو هذه هي المره الاولى اللي صارت المو؟ لا صارت من قبل. صح نعطيك مثال، ماتش اسما مولوديا سي ار بي، ناس داروا مسيره باش نجروا حنا السلم الاجتماعي، عاود دي بروغرامي لو ماتش اللي كان سان جوي ولا في الملعب عشينو. هاو القانون علاش ما يطبق؟ كي ما يطبقش صار اكثر من هادي. خلينا نسمعوا ميلود عبود، انت ابن منطقه القبائل. الحاجه اللي غيضتني شويه انا ومقلقتني شويه، في بجايه كاين ناس بزاف عقال، في بجايه كاين ناس كرماء وكاين ناس يشرفوا المنطقه، ما كاينش ناس يوقفوا في مدينه بجايه ويقولوا باسطا حبسوا علينا هاد السينما، لانه ما كما قال رضا سي با لا بروميير فوا. في بجايه هادوما اللي داروا هذا الامر راهم يضروا فريق الموب اكثر من اللي ينفعوه. يقول لك انصار تاع الموب، نعرفوا انصار تاع الموب داروا اجواء خياليه كي وصلوا لنهائي كاس الجمهوريه وفازوا بكاس الجمهوريه ولحقوا النهائي كاس الكاف. اليوم الموب راهي في المرتبه الاخيره، ها يا سيدي نقولوا الموب هذه ما قدرش تسلك. اسكو لو كان يموت واحد ولا يصراو جرحى اسكو هذه هي النتيجه؟ لا لو بوبليك تاع تاع الموب إلي كوني وما راحوش الانصار تاع اتحاد العاصمه. لو كان راحو الانصار تاع العاصمه كارثه صح. لو كان راحو بالك الانصار تاع الاتحاد بالك تكون كارثه، ولكن حنا ما الجمهور تاع الموب عاودوا ما عاودوناش بهذه الصور المؤسفه. صح انا نظن جو بونس كو سي لو ريزولتا دو de toute l'instabilité chronique qui est au niveau du MOB depuis un bon moment. Moi, je pense que avec l'accession à Home, avec les résultats qu'ils ont fait, avec le parcours en Coupe d'Afrique et tout ça, je pense que les dirigeants à Home auraient mieux fait de s'unir, de faire bloc autour de cette équipe, parce que c'est une jeune équipe. Il ne faut pas oublier que ça ne fait pas 4 ans, 5 ans depuis qu'ils ont accédé à en 4-5 ans. والحل وراء سي ميلود عبود؟ الحل شوف رضا توت الور قالك شفناهم سي لا ريغور، هذا تطبيق القانون. تطبيق القانون هذا هو عليه لانسيست تو لو طون سو سو اشاك بلاطو على القانون. صح سي لا ريغور يفو سانكسيوني، حنا اوني بلوس دون لا كومباسيون que dans la compétence. Mm-hmm. Là, au lieu de sanctionner,
قال هذاك معليش هذاك وليد شاهد هذاك روسيا مجاهد هذاك سوسيال سوسيال سي با سوسيال بعدم القانون. On nous a parlé de caméras au stade, elles sont inexistantes. On nous a parlé de. Il y a des commissions qui se sont réunies, je parle d'il y a 4-5 ans, même, voire même 10 ans. Les dossiers ont fini tiroir, Raho, ils se sont réunis, je me rappelle en ayant une commission dirigée par Reda Abdouche. Donc tous ces trucs-là, les chaînes de radio, ils ont fait des émissions sur la violence et tout. Tout ça est parti en fumée. Est... Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'application, il n'y a pas eu de rigueur. C'est-à-dire, il faut sortir. S'il faut mettre des gens en prison, il faut les mettre en prison. Yes, Mohamed. Et s'il y a des gens qui méritent d'aller en prison, il faut les mettre en prison. S'il y a des gens, il y a des gens qui ont fait le message. Il y a des commissaires. Mais c'est tout. Il faut voir. بعد اللي صرا مع هذاك المناصر تاع مدير الجزائر اللي ضربوه بعينه في سينيال شفناها قلنا بالك الامور زاد عاودت تكلمات شويه عاودت وزيد ضربوه بالموش الان الامور هي زادت الان مع نهايه الموسم واحد يلعب على الطلعه واحد يلعب على الشامبيونه واحد يلعب على الهبطه الامور راح تزيد تعفن اكثر وين انا رايحين بها هكذا عبك عينا من الكلام على ظاهره العنف اللي ما خدات واحد يعني واحد الابعاد خطيره جدا انا نقول لك يعني بالك الناس يقول لك لي بيسيميست و يشوف الدنيا كاع كذا مو جو نو كرو با اون اميليوراسيون ولا ان فريناج دو سو فينومين يعني تشوف الامور تزيد من سيء الى اسوء اي باسكو ما كاش مبرر ني ميا اوكين جوستيفيكاتيف دو سو كومبورتمون صح يهضروا على بجايه يقول لك تاع ثقافه وتاع هذه كاع الجزائر تاع ثقافه بصح كاع في الجزائر كاين العنف صح ماشي غير في الموب صح ايه بارتو وصاروا بليزيور زافير ومنا للقدام ما نظنش باللي راح تسقم الامور تسقم كاين حاجه واحده القانون صح كاين قانون وقانون كاين قانون تاع الفيدراليه ضد العنف كاين قانون تاع لي كلوب كان داير الميكرو ما نجحش لا 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 كاين قانون تاع الدوله كيما لو فينومين تاع لي زاكسيدون زاكسيدون دو فواتور صح هذا لا فيولونس روتيير سي دو تيرورزم روتي لازم il faut دير كيما داروها في لوروب دير لا كريميناليزاسيون دو لا فيولونس دون لي ستاد يولي ان اكت دو فيولونس في ستاد يتحسب وين ما يتحسبش في لا كوميسيون ديسيبلين تاع لا ليغ ناسيونال يتحسب في لو كود بينال تاع دار الشرع يعني تجريم العنف في الملعب اكزاكتومون واضح ميم بور لو سكي دي اكسيدون دو فواتور ماشي قال كاتبه قصتك بالطوموبيل كات قصتني 160 طالور قصتني واضح رضا ولا غير دون لو ميم كونتكست برا كي نحبوا نسقموا الامور نسقموهم يا رضوان نعطيك مثال بعد وفاه تاع ايبوسي راك تقول بلي هاو يدور على ايبوسي ابري صرات جورني في مجال ما تردقت في ستاد كومبلي الناس كاع خلاص سي بون على السيد مات ما دازت شويه داز لا ولينا كيف كيف والفينومين هذا والفينومين هذا هما راه في الفوتبول برك او بارتو في الليسي في السيام كدا عاوديك واش كان يقول مينوت واش كان يقول ظاهره اجتماعيه حنا باش نديرو حملات تحسيسيه ايه انت تجيب واحد ماشي مربي تحطه في السطاد يتربى في السطاد ما يقدرش يتربى في السطاد امبوسيبل وشنو هو القانون انا عادوا بالله من كلمة أنا سنتر دو سيكوريتي كنت ما نديرهاش ضربوني الجيب مرة زوج ثلاثة أربعة خمسة بعد بوليسي ولا هاد راسي وليت نديرها أوبليغات غير نطلع بلا ما كان بوليسي نديرها هكذا ذلك في الفوتبول لازم القانون نطبقوا على الجميع ماشي على تيت دو كليون باسكو لا تيت دو كليون ها وش ها وش هاي صح واضح علي بن شيخ ما حدث مؤسف جدا في البداية في لقاء الموب أمام اتحاد العاصمة كاد بعض الانصار يدخلوا لولا رجال الشرطه اللي وقفوا لهم وتبليساو كان بوكو دو بوليسي كانوا مبليسين كانوا حابين يدخلوا 30 شرطي مصاب بجروح متفاوته كانوا حابين يدخلوا الى الغرف تاعي الملابس من اجل الاعتداء على لاعبين اتحاد العاصمه دوك هذا كره القدم ولا هذو لاعبين اتحاد العاصمه عندهم والديهم عندهم زوجاتهم عندهم اولادهم واللي كانوا في الوف كيفاش انا نجي نلعب مباراه في كره القدم نروح خايف على روحي قادر واحد يضربك بوش خدت تموت
pour commencer نحييو الشرطه على الخدمه اللي راهي دير فيها تشوف لي بليسي وتو على راسهم 30 بليسي على راسهم سيد اللواء اللي راهم سون زو كان راهي ما عندي ما نقول كي سمع في بدايه الموسم قالوا بلي بلا شرطه هذا اخر كان تحكوا كاين نحييوهم على هذه ولكن جاب لي ربي جاب لي ربي لي كاميرا دو كي بروف شكون في الماهم هذا هو واحد هاوي في الماهم كيما نهار ورينا فيديو قال لك كي بروف شكون هادو ما دونك ولا تما لعب لعب ولينا لعب دونك قال لك ان لم تستحي فاصنع ما شئت يوم القيامه الناس تتحاسب على هاد الشيء واليوم غدوه يحضر التاريخ تتحاسب على هاد الشيء وانني حاير وراهي شخصيه الانسارتا كي يشوف هاد الشيء هذا سا جو كوندان فيرمومون هاد لي زاكت انا مي هادي اون تيري لا سونيت دالار ديبوي دي زاني وقلناها بلي سا مور دون مور بيان سور دونك اسكو هاد هاد لاكسيون هادي صرات في واحد الماتش تريكي ودخلوا شعب خسرات صرات صح صرات ما صرا واش قال لك قال لك وقيل لا فيديو ماشي فالاب دونك ما واحد ما كاع تو فا بيان هنا قال تو فا بيان وخلاص تو فا بيان لا المشكل المشكل اللي راهو بقران ثاني انا خايف يصرى لنا واش صرا في مصر واش صرا في المغرب وين لا ما جازر يصرى وفيات العشرات كيما فرصه سعيد بصح انا حبيت نقول برك حاجه لعلي انا ما خليش حتى يوم القيامه باش نحاسبوا نحاسبوا دوك تحاسب واش نستناها انا اليوم القيامه تحاسب واش شكون يتحاسب مقاول واش تحاسب واش تحاسب تحاسب هذا السيبورتير هذا طبق عليه القانون هذا السيبورتير اسمح لي خليني نهضر سيتو كان سيستم خليني نهضر معاك قلت لك قبيله ديروا ان ريغلومون انتيريور باش لونترينور ما يضربش الجوار ندير ريغلومون انتيريور سي لا فيدراسيون اللي ديروا سي ان كاي تشارج ماشي غير قال واش باش تولي بروفيسيونيل باش تولي الكره بروبر صح ما يقدر ما ينجح 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 ندير الويكلو ما نجح سامحني ندير لك الويكلو انا ما ندير لكش الويكلو نحي لك الكلوب يحبط تروازيام ديفيزيون ما تلعبش باش ندير لك نحي لك نسونكسيوني لك نسونكسيوني لك لا ديريكسيون ديالك واضح خلينا نسمع عليك الله تسمح لي نحترمك ونشتيك وكلش خليني نشتيك عليك والله العظيم نقولها لك واش عليه الله راك شويه كوتي علاش يخلي نفهم انا كوتي خليني نقول حتى يوم القيامه شنو راني كوتي خليني قلت لك قلت لي علاه تاع يوم القيامه صح علاش يكمل لك حنا دوك ولينا الفوتبال سمح لي نقول حاجه لي فوتبالور تاع دوك كي تروح لهم لابلاسي يهضروا معاك هذا ما هضر واحد اخر واحد اخر كي تروح تهضر معاه واش ولينا واش ولينا ما تقولش خرج من الفيستيار معليش قول تقول جم صلاة الجمعة معليش خلينا من هذا يا مقران انا كي قعدت لي سقت لي في يوم القيامة ما خطاش على بالي ما تتغير والو او ما نشدوا في ربي سبحانه خلينا هذيك على بالي هذا من بعد الضعف احنا ربي ان شاء الله نشدوا فيه في المليح وفي الدوني ان شاء الله نشدوا في ربي ولكن على بالي ملي ما انت راك تقول دير نفهم فيك المرض الفيروس الميكروب الكبير وراه راهو في البيع وشراء تاع لي جوار اللي راك تقول انت كالي دير قانون هو راهو يفسد لا انا نجي ندير قانون ما نديرش القانون لان نفسد انا نفسد انا ندي ما راكش فاهم هادية يعني انا ندي ما كانش خلينا نجي للدبا خلينا نفهمك بك حاجه كي تتكلم على كايت شارج تدخل معليش انا نجاوبو بك كي تتكلم على كايت شارج لو طبق دفتر الشروط خايف شاش اللي تتكلم عليه ما كان حتى كلوب بروفيسيونال في الجزائر خليني نكمل مثلا بارك الله الا وطبق الكايت شارج كلوب اللي ما عندوش ملعب وما عندوش سونتر دونتريمون وما عندوش كذا ما يقدرش يلبي كايت شارج باش يكون النادي محترف باسكو سوسيال باسكو سوسيال كيفاش انت اليوم كي لحقت في العنف تقول لي لا انا نديرو كايت شارج ونطبقوا يا كي حكمنا في ربي او صافا ما جهلناش رانا وحكمنا في ربي بالك ربي ينوب علينا ويحبس لنا هذه المشاكل وهذه الفوضى وهذا الفساد لانه واش قال لك علي وانا جرجوه واش قال علي واش قال رضا حاميها حراميها هادو لي سوا ديزون يطبقوا لي كايت شارج وهاد رؤساء النوادي هما ماذا بهم تبقى هذه الفوضى لانه اسمح لي تفضل ما نحصلوش غير في الرؤساء اللي بريزيدون دو كلاب سي تو الموند يا رضوان اسمح لي نقول لك هذه سي تو الموند سي اون بيراميد اي تي فابريكي بيان فات من الفوق وتجي حابط الفوتبول راهو مديورها ما كاش الحل
الحل راهو عند المسؤولين الدوله تاع الدوله. انا ما نجم ندير احنا ما الا نهضروا ضعف. اعطيك السؤال حطيت السؤال ردوا انت قلت لي واش هو الحل. هضرتوا ضعف السؤال اسمح لي بقى نكمل هذه الهضره على فاطمه سي وكوسا ماشي دفتر شروط ماشي دفتر شروط دفتر شروط ما داش اي خي هضرت انت يا تفضل يتسمى ضرتوا كاع عاودوا ضرتوا عاود وليت عندي لو كاي تشارج ماشي لا فيدراسيون اللي ديروا ديروا الدوله انت قلت لا فيدراسيون ما قلتش طبقوا كونتر لا فيدراسيون سي فو سونكسيوني لا فيدراسيون لو فوتبول الجيريان ليتا الجيريان دو اريتي لو فوتبول موافق موافق اريدا سي سكو فولي دير اريدا هذوك هذه اللي كنت ما نستناش يوم القيامه سينو انا ثاني نعمل بيوم القيامه ما قلناش ما عليك شوف شوف احنا نتخباش يا اسمع ما نتخباش احنا 2002 مودي هبطت ولا ما هبطتش هبطت اسكو القرار تاع يهبط المولوديه 2002 نقدروا نطبقوه دركا والله ما نقدروا نطبقوه والله ما نقدروا باسكو نقول لك حاجه كون نسمعوا زعما نقولوا احنا مسيره نتا ماتش قانون قال انت مولوديا سي ار بي تلعب في الهداف سي بون الناس داروا مسيره لي زانسونسيون اه لا لا عم داروا مسيره ولا غير اه بلاك عاودوا ولاو ودي بروغراماو الصطاد ولا في الفاون انا ماشي اتيس دو كليون هاو المشكله القانون والحل اللي قلت لي عليه رضوان انا نعطيك حل كي نعولوا والله ما تصرى هذه الامور هذه قلت لك مات ايبوسي غدوه من داك صارت جورني ولا غير في ميجا ما طرت قلت باسكو الناس كاع حكموا المسؤوليه تاعهم مي ومن بعد ايا لا سالي ولا غير خليه تفضل اخر كلمه اخر على اختراق القوانين هذه اللي راني نقولها لك شوف طرف الجامعه خلينا من هم العنف لي ريغلومون تاع لا فيفا على بالك ريغلومون تاع لا فيفا كاين لي فوندامونتو ما عندكش ما توشيهمش ما تقدرش توشيهم ما تقدرش توشيهم حنا هنا لا فيدراسيون الجيريا دو فوتبول راهم دايرين غلطات لو كان نيمبورت كيلك بيرسون يشكي بها لوطاس يتعب يتعب لا فيدراسيون نعطيك دو زيكزومبل كارتون جون بور كونتيستاسيون جوار عندنا حنايا عنده ماتش سيبونسيون سي با فري ما كاش قانون صح يقول لك جوار فوتبول الجيريان ليكيب دو افوار 11 جوار بور جوي سوي ديزولي افيك وي جوار بور جوي حنا هنا داروا قانون هذا موضوع صحيح يا مقرا اذا الوقت داهمنا خلينا نمر الى قضيه اخرى او الفقره الاخيره في عدد اليوم اللي يتعلق بشبيبه القبائل شبيبه القبائل وعوده ابناء الفريق كل من مراد رحموني وفوزي موسوني الى فريق الشبيبه هذه صور اول حصه تدريبيه لمراد رحموني وايضا فوزي موسوني خلينا قبل الصور كسيله نسمعوا راي ميلود عبود كابن الفريق هل تعتقد بانه عوده كل من مراد رحموني وفوزي موسوني بامكانهم اصلاح ما يمكن اصلاحه في الفريق كما قلت لي انت مقبله لا كاليتي ما كانش كاينه لا كونتيتي مي ما كانش لا كاليتي انا شفت مباراه تاع وفاق سطيف شي ديزولي مي ماغري زعفو دي جوا سي با لا جياسكا اللي نعرفها انايا وهذه لا جياسكا اللي نحبوها كامل نحبوها كامل لي زاجيريان باسكو كي هضرنا المره اللي فاتت كاين اللي يحبوا يرجعوها قالك وعلاش فو كريتيكي لا جياسكا وكذا وانت هضرت وعلي بن شيخ هضر بالك علي بن شيخ يحب جياسكا خير من بزاف اللي يعني باش والرمات اللي بوان سوليتي البروبليم سي با لا كريتيك ماشي قال كريتيك با بور كريتيكي فوالا سي اون رياليتي اون ايكيب كي نا با غاني ان ماتش او ستاد دو 1 نوفمبر لا ربحت مباراه ماتش تاع الماتش تاع لادي كونتر لو سي ام بي لا كاليتي دو جو لي فيزيبل الناس قاعد تشوفها اللي ما يشوفهاش في الشاشه يشوفها في الملعب اللي ما يشوفهاش في الملعب يشوفها في فيسبوك الناس هادو يشوفوا الكره القدم يعرفوا كره القدم علاش ولات هكذا لا جياسكا بكري لي ميور جوار يشوفهم في لا جياسكا دوكا نمو علاش ولي جوار يزيدوا يتعنطروا يعني سي سي ان سي ان طويل طويل هكذا بريا باش تقول لي على رحموني وموسوني انا نقول لك مهمه صعيبه صعيبه ماشي مستحيل استاذ سي با امبوسيبل مي صعيبه مي صعيبه صعيبه بوركوا باسكو دابور قلت لك قبيله لا كاليتي دو ليفيكتيف لا ستاديزي لا ستاديزي سورتو سورتو سي اون كونتينيو انكور ا جوي سيت فاموز كاف او دون ان باسي ريسون دون ان باسي ريسون سي بو فو رابلي جيسبر ما ميموار ما با با مترايير لا جي اس كاس سي روتيري دو لا كوب دو لا كاف صح باسكو Les arguments qu'ils ont avancés, elle n'est pas rentable. Mm-hmm. Ni sur le plan financier, ni sur le plan sportif. Ça, on les envoie. Donc, si on continue à s'engager dans cette coupe,
plus la Coupe d'Algérie, je pense que les chances de compromettre ورحموني موسوني كابناء الشانس كابناء الفريق شكون اللي يجيبوا هذاك لو بليس بالك نعرفوا موسوني هذيك لاراج مراد ولاد الفريق سي لو لونغاج سي سي لا كوميونيكاسيون فير باسي لو ميساج بارلي دان باسي تاعهم قال فوالا كوم اون ا ايتي فوالا سي ترونسميت لو ميساج اش جوار باش يعرف باسكو دي جوار ما يعرفوش التاريخ تاع الكلوب تاعنا كاين دي جوار اللي يلعبوا تما والله ما يعرفوا التاريخ بالك لو كان نروح انا تما ما يعرفونيش سي 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 كوم سا دونك سي با نورمال لا سي نورمال سي 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 اون فيريتي كي با فير مال سي اون فيريتي سي تادي كو سي جون لا نو كونيس با ليستوار دو كلوب نو كونيس با لي لي ديريجون لي فالور تاع لي فالور دو كلوب كومون سي كلوب با سوفير باش الجال اللي ماتوا عليها كيما يقول عليه تو 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 لي جون كي اون سوفير كي اون باتي كي اون في كي اون في كي اون في سي توت اون هيستوار دونك سي Il faut que le message passe. Bon, je pense que moi, on joue ma cabane à faire. Nous l'élection, il y a un petit quelque chose. Tu m'as cabane à faire. Moi, je vous le dis. Bah, écoute, les flacs risqués, mais à dire normalement, tu ne sais pas le chien à faire. Ou tu vas en manger. Est-ce qu'il y a des choses à dire? Sarah. على بالي بلي صات في مال دوفوار لجي اسكا توصل توصل جي اسكا مي مال دو تي بوز لا كيسيون تي بوز لا كيسيون ا كيلكي كي ا تو في بور كي بور كي يي دو شانجمون ماشي نتكلم عليك كشخص نتكلم على المجموعه مي المجموعه المجموعه شاكان سي 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 لو كان يتصلوا بك الان من اجل انقاذ الفريق وتعاود تولي للكلوب اش كتولي انا انا دوان لو كان حبيت نولي للكلوب Moi, je ne peux pas accepter de revenir pour revenir. Moi, j'ai ma personnalité. Lucas Kbelt qui machine S, rallié au club depuis 15 ans. Depuis longtemps, t'as marqué. Non, je ne peux pas accepter dans ces conditions. Dans les conditions, la preuve. Mamoura Hamouni Moussouni, ce n'est pas pour les blessés, mais c'est les 60e entraîneur. Ils vont passer à la casserole comme les autres. Allez, boule, allez. Il faut un mot. C'est l'échéance de Hamouni. Écoute. Parce que c'est une habitude chez nous. C'est une habitude. C'est le 60e ou le 59e ou le 60e entraîneur. Donc, comment tu peux m'expliquer un entraîneur qui gagne un titre, il est renvoyé, quelqu'un qui se classe deuxième, qui met la habitude, fait, il est renvoyé. Tu peux pas expliquer. Ça, je crois qu'on a un peu de l'asma ou de Chabib et de Kabayel. Il dit que nous. حتى انتوما بعثوا من المحيط تاع الفريق يقولوا بلي موزافيريان في باش تعاونوا بالك لي كيف في دي مومون ديفيسيل كيما هذا باش نعاون باش نعاون يا لو كان توقف نضروا مانيفيستاسيون شوف الان شوف باسكو انتوما كابناء الفريق وكان يتصل بكم الرئيس هذو ما تخدموش معاه انا ما تخدمش معاه انت ما تخدمش معاه صافي غادي تخليو الفريق يغرق لا ماشي يغرق Mais qui c'est qui est responsable de la grève? C'est pas moi. Est-ce que le problème de la GSK, c'est l'environnement? Bien sûr. C'est, je l'ai dit, je le maintiens. C'est l'environnement. C'est l'environnement qui est pourri. Allez, les gens qui sont autour n'ont rien à voir avec la GSK, qui n'ont rien à voir avec la GSK. Mais أعطيني صورة الرئيس بن قاسي رحمه الله صورة جميلة جدا للشموخ والرجولة مع زميلنا محمد صلاح نحييه اللي راهو على روتريت تحياتنا لزميلنا محمد صلاح واش تقولنا على هذا المسيو اللي تشوفيه في الصورة عاود أعطيني صورة ثانية لنفس الشخص بلاكوب دافريك هذه جبونس سي لاكوب دافريك ولا لاكوب دافريك؟ كوب دافريك كوب دافريك هذه واش تقدر تقول على واش تقولنا على بن قاسي؟ ان كرون مسيو افيك ان كرون تاش شوف هذا السيد هذا سي بور روفنير ان بو ا تو سي بريزيدون دو كلوب كي سونت اكتويلمون هذا وسي ما علينا نوار ديك الفوتبول ما عندوش علاقه بكره ما عنده حتى علاقه مع الفوتبول مي سي ان كرون جيسيونير يقولوا بلي ما كانش يدخل روحه ما يدخلش روحه بوركوا اون بارل دورغانيزاسيون دورغانيزاسيون سي كوا خالف جيبوتكو فون لو ترافاي موساوي في سون ترافاي منجلتي في سون ترافاي بالقاسي سي لادمينستراسيون سي لي ريونيون كونت اون بارل دو كونسيل دادمينستراسيون افيك سي جون لا تو ان كونسيل دادمينستراسيون جي تي فيس بريزيدون معاه جي لونور دو ترافاي افيك لو ان تونك فيس بريزيدون خدمت معاه
واش ندير ريونيون يعطينا ديميسيون والله العظيم اقسم بالله العظيم يا دوال غير ندوني ديميسيون افير غير طوا جور افون ما نعطيو له لابور هاك انت تقول راح نجوز لك زعما البريزيدون بريزيدون هذا الشيء Et pourtant qu'il allait là, mais seulement il avait, c'était un autodidacte. C'était un monsieur. Un grand monsieur, au sens le plus large du terme. Mm-hmm. Donc des dirigeants comme ça, il on n'en voit plus. Mm-hmm. Je reviens toujours à Kader Dreif. Mais je salue au passage parce que voilà des présidents. Et j'ai toujours raconté cette histoire. Je reviens encore, je vais la rabâcher parce que chaque fois qu'on est avec eux, on a joué Mouloudia JSK au 5 juillet en 75. Bagarre générale. Quand je dis bagarre générale, c'est-à-dire, Khaltat bin Rachid Dali ou Wahab Zunir, top, Darbo, Gildet. Trois suspendus de l'Andna, trois suspendus de l'Andna. Quatre jours après, le président Khalif et le président Khalif. Il s'appelle mutuellement rendez-vous fleur de la laitée. Un dîner de réconciliation, les photos, les habab et tout de paix. C'est bon, خلاص الحال. خلاص شي. Il confirme Ali Ben Cheikh. Non comment. Il confirme Ali Ben Cheikh. Quand il y avait des messieurs sur le football. Si, كانوا رجال محترمين. هذا ما كان. يحبوا الفوتبول. C'est des gens honnêtes. Ils aiment le football. حاجة علاش نقول لك فوتبول بك حاجة سامة ما تبقوش حاجة معجزة. Bien sûr, je confirme. Si. راك تكلم على على رؤساء لو مال دو فوتبول لو مال دو فوتبول جو سيك كي ما راكم كاع هنا فوزالي ابروفي سكو جو ديال سيت اون كيستيون دو نيفو تحب ولا تكره مستوى اللي ما عندوش مستوى ما عنده ما يدير في الفوتبول صح لا جياسكا راهي كيما الانديه الاخرى الامور كاع ماهيش تسير احسن من راه علاش لا جياسكا لا توشي الفون افيك دي جوار انا الحاجه اللي مقلقتني وجدوا يهضروا هاد لي جوار جيت يقول لك علاش تهضروا علينا ويزعفوا وكذا وانا جي با مازال ما ديباليتش كلش نهايه الموسم لانه الان الفريق راه ماهوش مليح خليك يتسلك جياسكا ان شاء الله كاين امور راح نقولهم افيك دي بروف على دي جوار كي ميريت با دو بورتي لو مايو دو جياسكا يقول لك حنا سلكنا جياسكا من الهبطه ولا عمي تسمى الناس ديليتي انا حاجه اللي ما فهمتهاش ولي جوار كاين ولا يفرحوا حنا سلكنا جياسكا من الهبطه مي سي با ان تيتر دو 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 كل كلوب بي نو دي سون با اون بلوس سي فيت كات ايكيب ماشي لي جوار لادمينستراسيون لي سوبورتور تاعهم مولوديا جياسكا سي ار بي لو اسما ديفيلا في لافين دلاني فيير دو مانتيان سي با نورمال ما انت بتخربيه سي دي كلوب سي دي كلوب لابوليتيك واحد العام اللي فات الاخر كل واحد وقتاش يزرع باش نبقاو كل عام يديفيري باش نبقاو شباب باش نبقاو يديفيري سلك جوا من الهبطه جو راكونتي ماشي جوا جو راكونتي اون انكدوت لعلي جو با سيتي ان غران نو دو فوتبول كنت واقف معاه في لا ريدي توش مولوديا كانت في ناشونال طلعوا لعبوا وين عاودوا طلعوا هبطوا مع سعدي عاودوا طلعوا نعم مع سعدي 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 العام عام 2005 Il faut qu'ils nous disent d'abord pourquoi Hapton. Il faut Mouloudia qui fait la session. Il faut qu'ils nous disent où est-ce que vous êtes dans le club comme ça. Ça, l'on sent comment. La JSK, tout ça, quand quelqu'un a dit niveau. Ça, c'est clochard disait. Très bien, je ne voulais pas. Le football. Parce que le terme avait parlé de sa choc certaine. Je ne voulais pas tout dire. Clochard disait. Le football. Les Ando Moustawa. ثقافي جو دي بيان ثقافي ماشي نيفو انتيليكتوال فرق بين انتيليكتوال وثقافي تربيه صافي دير مربي في كلش وتحشم على عرضك هذاك ما خلاوش يحكم يكذبوا عليه يقولوا له مشي تتخلط واللي لي فيه ما نعرف واش هو اللي شار ديزي دوك الحل والله غير انا نهضروا باسكو ني لا اوني توبليجي خلينا نسمعوا رضا عباس على شبيبه القبائل على شبيبه القبائل عودة موسوني ورحموني بامكانها احداث ديكليش شوف احنا نتمناو لهذا الثنائي موسوني ورحموني باش يعاودوا يسقموا ينغوا ما يمكن انقاذه
في شبيبة القبائل. لكن أنا رأيي كما رأي عبود اللي يقول لك هادو دركا دو ماتش حتى لهم دو ماتش وطروا ماتش ما تسقمش الدعوة يزيدوا يتحاوزوا ويروحوا. علاش شبيبة القبائل رأيي هكذا؟ علاه الفوتبول الجيريا راه هكذا؟ حناشي حناشي مع كل العيوب تاعو يعطيه الصحة مد لاجياسكا ما كاش لي ما عيبود ما ينكرش ما تخليش تنكر انه حناش مي كي شاف قدامه المحيط تاعو لي مومبر دو لاسوب لي جينيرال ما كاش النيفو شو شاو يدير ماكري يشوف دوكا عبرك 53 اونترينام في العهدة تاعو ما كان حتى واحد يحاسبه هو ربكم الاعلى في شبيبة القبائل امركم شبيبة القبائل ما كانش غير حناشي كاين عيبوت كاين صادمي كاين بحبوع كاين على بالي شكون نفس الشيء بالنسبه لا فيديراسيون ديال الفوتبول كيف كيف لا سنتراليزاسيون دو بوفوار راهو راهو كي شاف لي مومبر دو لاسومبلي جينيرال ضعاف جدا لي مومبر بيرو اكزيكوتيف ضعاف جدا يدير نيمبورت حاجه وهذا ماشي راهو راهو لا فوت تاعو ولا حناشي ولا سي تان سيستم هذه المنظومه المنظومه اللي لازم دي فوا المنظومه انا ما نكونش فيها ما نكونش فيها صح تسجل صح تمشي صح خلينا نسمع مقطع هذا على شبيبة القبائل بوركوا لا جي اس كاس توشي لو فون بون لا توشي لو فون لا ريبيتي لي ميم زيرور كان في دوبي براتيكمون بورتون قال لي كارثه شوف قلتها لك قبيله وقلتها لك بليزيور فوا هنا في الاخر في البلاطو قلت لك اون نو جير با اون سولو لا جيستيون شورى حيت رانا في الديمقراطيه هكذا صح il n'y a pas un président اللي ما عندوش دي كونسيي il n'y a pas un président اللي ما عندوش ان غوفرنمون il n'y a pas un président de fédération اللي ما عندوش ان بيرو ما كاش بريزيدون اللي ما عندوش كوميتي صح كيما قلتها لك قبيل في مثال صغير دي تيان قويه تضغط على الفيدراسيون دي تيان ضعيفه باش نبقاو في الشباب لي جينيرال ضعيفه كيف كيف جي اسكا بيرسون نو بارل في مولوديه بيرسون نو بارل في لونتون كاش واحد يهضر مع 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 واسمو صح يديروا الريونيون انا كل واحد ديسيزيون فيريتابل ديسيزيون سي لو بريزيدون كي لا برون مينتونون بور سكي لا جي اس كا اي افيك لي دوز انترينور هادو انا جو بونس سي اون ميسيون كاسكو بور نو زامي رحموني وموسوني مي il y a toujours des miracles مولوديا بشحال كملت اون 2012 و 2013 11 بوان في لالي دو 28 بوان في الريتور افيك لو ميم انترينور و افيك لو ميم جوور شكون جابو جابو واحد ماناجر يوقف لهم هكذا جابوا وهاب وهاب زنير داو 28 بوان بوركو لا جي اس كاب تليهمش واضح سي بوسيبل خلينا نسمعوا علي بن شيخ سي فريمون معليش ميسيون صعبه جدا هل الشبيبه بامكانها انها تنقذ الموسم على الاقل ما تسقطش القسم الثاني لان شبيبه القضايا ما تعرفش ما صندوق انا والله راح نضحكك انا نتمنى جي اس كاب ما تحبطش ونتمنى المديه ما تحبطش المديه راهم خلاصين طوازيه الموب نتمنى لهم اللي راهم لي كات ديرني نتمنى لهم ما يحبطوش ويحطوا لي برومي حطوش تمنى لهم ما يحطوش لا هو يديروا 20 يديروا 20 يديروا 30 يديروا 40 اللي حبيت لا سيريوزمون لا سيريوزمون لا سا سي با سيريو ما داروش واحد الوقت دفاع داروا باسكو يا يو دي زانترفونسيون غوش دروا ومن بعد موراها كي شافوها تاع خمجت وزادوا داروا دو جروب منا ومنا خي هكذا دو جروب ومن بعد واش دوك نزيد تروا جروب ومن بعد واش شادي مادي تمشي هكذا انت قلت كلمه درك هذيك قلت هل علاش جي اس كا لحقت لهذا الشيء هذه حاجه عاديه مولوديا العام اللي فات كي كانت في الكارثه كانت لعبه على الحفطه صح هكذا صح خاطرش كانوا ناس فيها اللي داوها الواد هكذا اليوم الحمد لله راهي الاولى كاين دوبر كلوب كانوا لقانا يلعبوا القسم البريمير بلاس كل ولا يلعبوا الدرني مي جي اس كا شفناها توجور نورمالمون تلعب توجور لو دي تابلو ما تنجمش تلعب توجور لو دي تابلو موح شريف كيما قال لك ما لا دوني لا تو في حب جي اس كا يموت عليها جو سوي كونفانكو كيحبها ولكن راهو غلط راهو يمشي في ان شومان سون زيسو il faut qu'il mette des gens معاه تاع البالون ما تفهموش بصح نتفاهموا على الجي اس كا ما تفهمش معاه نختلفوا في الراي ماشي انت يا ماشي اللي انا عند سيدي وانت تمشي رايح للواد وغدوه تمرض ايماجين بعد شهر جي اس كا تحبط جو سوي سير كو ما تحبطش كوم كونيسون الفوتبول كيفاش راه يمشي ايماجينو نقلبوا بك لافير تحبط
تخاف عليك شما يصرى له لان الا بوكو سو كلوب ينتم يصرى له الاخر ويقول لك جيت جيتي طراي مام بلي دايري باسكو هادو كاع يهربوا يوليو كاع يكريتيكيو فيه اللي كانوا معاه بركات سني ني لاجياس كاني ان اوتر كلوب سي لو فوتبول كي فا مال ما. انا واش راني خايف نقول كلمه واحده والله نقولها لك اليوم انا نتمنى رانا في 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 وقت لي زيليكسيون تاع لي ديبوتي انتخابات في 4 مايو ان شاء الله نعم الانتخابات هادو انا جاتير لا طونسيون تاع كاع الاحزاب السياسيه جاتير لا طونسيون تاع الاحزاب السياسيه ديرو دي جون اونيت دي جون اونيت سير نتكلم انا على الرياضه انا بوليتيك ما ندخلش فيها الرياضه يفو كو لي جون روحوا يفوتوا اللي يحبوا الفوتبول اللي يحبوا السبور كاع اون جينيرال يروحوا يفوتوا ويقولوا بلي الدين نعينوا دال ديبوتي ولا تال ديبوتي في حومتهم يعينوا هو بصح يرسلوا لي وهم من بعد شي في ولا قاعد يلتغري ريغلي في صوالحو نكشفوه لازم يكشفوه قال لي اخي حنا فوطينا عليك باش تجيب لنا فايده لان سي ان تروك كاي تي تراسي بار البريزيدون تبعوا صح حنايا كان الناس تجبد روحها تجبد يفو لي فوتي بصح لازم لي نفوتيو على ديبيوتي هذاك تاع الكارتي تاعنا لازم نارسوليو اي سي كوم سا كون فو سي اون فو فير شونجي لي شوز يفو نديرو هادشي سينو نقعدو جادين هما مخبزينها الفوتبول رايح لي جون ما يعرفوش واش يغنيو لهم صح يتبعوه وشكون خاسر؟ خاسر الفوتبول الجزائري. خليني نختم شبيبه القبائل مع ميلود عيبود. ميلود عيبود حتى في السنوات الاخيره مش في وقتكم ولا ما نحكيش على الجومبوجات ولا حتى في وقت موسوني بعدها فاروق بالقايد حسين قاسمي ربي يرحمه اللي مات في ميدان الشبيبه هادو دي جوار اللي انا نحترمهم اه مي دي جوار من دوكا نشوفوهم Qu'est-ce qui se passe? Que c'est un phénomène, j'allais dire, national. Donc, c'est un phénomène, c'est une nouvelle génération. Moi, je pense, sincèrement, c'est un avis. Ça n'engage que moi, c'est un avis personnel. Je pense qu'il y a trop d'argent dans ce football. Qu'il y a trop d'argent dans le football. Voilà. إذا كلمة أخيرة باسمحوا للتكهن. لا قلت قبيلة تدهور كرة القدم هنا في تسير باسكو ما كانش مستوى ثقافي. أنا شنو اللي قلت لك على اللقاء؟ إيه أنا نتفكر أنا يعني باللي 2006 وقيلة ولا في الموندال الأول تاع روروا أون 2001 وين قال لك باللي باش تكون بريزون دو لا فيدراسيون لازم تكون يونيفرسيتار. شفالو ولا ما شفالوش؟ على ما طبقوش. صح. على ما طبقوش. صح. نتمنوا يطبقوه لاحقا ولو انه هذا لا يطبق حتى في الدول الاوروبيه. نمر الان الى تكهنات الاسبوع، تكهنات البطوله. عرفت اليوم مباراه النصر حسين داي امام اتحاد الحراش. النصريه ضربت بقوه 3-0 رغم بعض الاخطاء التحكيميه اللي تكلم عليها حتى علي بن شيخ منذ قليل، خاصه ضربه الجزاء التاليه وهزيمة ثقيلة لاتحاد الحراش 3-0. غدا الجمعة دفاع تجنان تستقبل شباب قسنطينة ميلود عيبود. تجنان تفوز حسب رايك. يوم السبت وفاق سطيف يستقبل اتحاد بالعباس. لو تفوز سطيف تولي في المرتبة الأولى. أنا نظن سطيف تفوز على بالعباس رغم بالعباس راه في صحة جيدة. لا بالعباس ولكن سطيف ما شكيتش يجوزوا لوكازيون هذه. يوم الاثنين رضا عباس، يوم الاثنين اتحاد العاصمه شباب بلوزداد. المباراه تلعب يوم الاثنين بسبب لقاء كاس افريقيا يوم السبت. اكس تعادل بين اتحاد و شباب بلوزداد. روحوا لمنافسه كاس افريقيا. شبيبه الثوره تتنقل الى نيغورونجارس النيجيريا. علي بن شيخ نتمنى لها تكاليفيا. نتمنى شبيبه الثوره هي اللي تفوز. نتمنى شبيبه القبائل موروفيا ليبيريا. شبيبه تفوز بكم؟ لا تفوز الدور الثاني. تفوز الى الدور الثاني. المباراه الاخيره مولوديه الجزائر بشام الغاني. تفوز مولوديه. مولوديه تفوز بشحال؟ تفوز تتاهل مي سا سرا ان بون ماتش مي الاخرين راني قلت لك المولوديه هي اللي تتاهل. لا يتاهلوا مي فونسوفير. المولوديه هي اللي تتاهل. نمر الان الى صورة اليوم اللي راح تكون في صورتين. الصورة الأولى ذكرنا بأيام الزمن الجميل لكرة القدم الجزائرية. ناس بزاف حكموني في الشارع وقالوا لي عاود ورينا صور علي بن شيخ، وخيرت ندير صور تاع علي بن شيخ. رفقت في الأخير نختموها مع ميلود عبود في لقاء المولودية أمام شبيبة القبائل، وكيفاش كان الاحترام المتبادل بين ميلود عبود و
علي بن شيخ. نشاهدوا صور جميلة لعلي بن شيخ في مباريات أخرى، وأيضا نختمها بمباراة شبيبة القبائل مولودية الجزائر في ملعب 5 جويلية لسنة 1983، لقاء نهائي قبل الأوان. شاهدوا علي بن شيخ في مهاراته، رغم أنه يتكلم على كريستيانو رونالدو، قال لي واحد ورينا لاكسيون هذيك، باسكو قال لي يجري كيما كريستيانو رونالدو، رغم أنه قال يجري برك ويتيري، قال لك الجرية تاعو كيما تاع كريستيانو. شاهد هذه الصور. رقبة يبقى المتبوع بطيب دينا تركها ليحة المروحة سيدي السرعة تاعو بالشيخ فاتحة. ايه رونجاكو بالدلمو قالك علي رونجانا، صور جميلة جدا، كان يحترم كثير علي بن شيخ رغم انه كان يقلقكم فوق الميدان، الا انه كان لاعب محبوب من طرف انصار وايضا من طرف لاعبي شباب. والله والله انا شخصيا يعني كما يقولوا بالعربية اعوذ بالله من قلت انا جي جامي بروبليم افيك لي جوار الجيري اون جينيرال. صح يحترموا كثير. شوف جي جوي 20 طون جي ان سول كارتون بور ان ديفونسور سي بور ان ديفونسور يا انكور حنصلي عطاه لي والله غير خدعني في السطح خدعني والله العظيم هو على قالو هو خدعني بوركو باسكو انا ماركي دو بوت واحد تاع بوقادو مي لا روفيجي لو دوزيام تاع ماكري اي لا روفيجي رحت ليه قلت له محمد خويا قلت له الدوزيام هذا وعلاش هذا قال لي نو بدنا نمشي اونبورتي ان بو باش يعطيني فاس ا فاس اللي تيجيني خلاني احترحت باش نولي لا ديفونس جبتو باش نبقاو انا جو فودري برك بوزي اون كيسيون مولود بيسكي لي لا الوقت داهم لا ليكيب ناسيونال كاين اللي قال لك باللي لعبت ابارتير دو 73 انا سي مي سوفينير سون بون تو جوي افيك لالماس لالماس مون بلو غران اونور ميم سي جي با في كارير انترناسيونال دايير فو مدوني لوكازيون تو مدون لوكازيون بارك الله فيك 73 74 جي لونور de partager le vestiaire avec des joueurs comme l'Almas, les meilleurs consorts. Ça fait la grande équipe. Mais moi, j'ai raté ma carrière internationale. Mais ce qui m'a dit, c'est que كان عمي مسعود الله يرحمه كان عمي ابراهيم الله يرحمه استاذ ما كاش لي شاد ما كاش لي انا محمد سوكاني لي لا رشيد مخلوفي لي لا مازال حي اون 75 كونت ايزون في كاع ليكيب ناسيونال جام مخلوفي pour prendre l'équipe militaire pour jouer les jeux méditerranéens j'étais le seul repêché مع عمر بطلوني قالوا لي tu rentres à la caserne pour faire partie de l'équipe nationale باش تلعب لي جو قلت لهم قلت له سي رشيد مع محمد سكان قلت لهم انايا جو سويز افيش دو شهيد لا لوا me donne le droit de ne pas faire ce service militaire. Je suis chahid, je suis en caserne. Qu'est-ce que tu as dit Il y a une caserne. 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 Tu as choisi de sacrifier. Rouhou la soura, la mouwalia, la dernière soura, la soura de l'aujourd'hui. Soura mou'sifa, ce qui se passe dans Burj Al Kifan, dans un des matchs turabiens, où un handicapé خلاوه يلعب مع لاعبين الأسوياء لأنه يحب كرة القدم. نشاهدوا صور ما قدرش نقول جميلة ولكن تاع إرادة تاع شاب اسمه هيثم. أعطيني صور كسيلة صور صور مؤسفة للغاية صورة هذا الشاب في أرضية ترابية ويطلبوا فقط هاد الشبان أنهم يديروا لهم أن طارتون في برج الكيفان. شاهدوا كيفاش يحب كرة القدم ويلعب الكرة وحتى يسجل أهداف في ضربات الجزاء. خلاوه يلعب باسكو يحب كرة القدم وباش ما يتكومبليكساش بارابور سي كامراد صحابو اللي راهم السن تاعو. علي واش تقدر تقول لنا على هذا الشاب هيثم في زيارة ميدانية للهداف
القيام بعمل روبورتاج مع ابراهيم شاوش لاعب سابق للمولوديه واللي او يعمل معه الشبان في برج الكيفان. اكتشفنا هذا الشاب اللي يسجل او ابراهيم شاوش معه في صوره جميله، راح نشاهده كيف ينفذ ضربه الجزاء. و يعني لاعب صراحه اراده فولاذيه في ملعب ترابي، نظن بانه يعني شيء مؤسف للغايه. نشاهدوا هذه الضربه اللي سجلها بطريقه جميله جدا. واش تقولنا ميلود عيبود بالك ربما حبيت تقول؟ في بنزرقه، في بنزرقه ببرج الكيفان. سو جوست ان ميساج ريان بو سو جون دو غاما جو مادريس او ريسبونساب سكويفو سقمونا الفوتبال يرحم باباكم روغاردي صح. Même le handicapé veut jouer au football. صح. رسالة واضحة. صح. Faites quelque chose. Pour le football. Respectez ces gens-là, respectez ces enfants. Faites quelque chose pour notre football, pour qu'il revienne, pour que des enfants comme ça soient heureux de voir ça. شوف مسكين بعد. علي كلمة على هذا الشاب هذا. الله العظيم. نحن الصوت بفضلك كوزيلو. نعم. الله العظيم بريميرمون نقول له تبارك الله فيك لهذا الولد لأن عنده الإرادة. وسون كومبلكس وراك تشوف حب الرياضه هذه وحده. ثانيا نتمنى من السلطات يديروا لهم ان طارطون في ملعب البنزرقاء. هذه زوج. ثالثا نتمنى لهذه الجمعيه، هذه الاسوسياسيون، ابراهيم شاوش.